بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، أوصيكم وإياه بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حياكم الله جل وعلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم يوم القيامة من الجنة منزلا. والله جل وعلا أسأل أن يظلنا ويظلكم تحت ظل العرش وما لا ظل إلا ظل إنه ولي ذلك والقادر عليه. في لقاء متجدد في فقه التعبير والذي تعلمناه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا وعلما وفقها، لا يجوز لأحد أن يتجرأ عليه إلا أن يكون عالما قارئا، إلا أن يكون فاهما متأدبا مع رسول الله. وقلت كثيرا أن هذا العلم علم منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الصحيح من صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتاب الموطأ للإمام مالك ومسند الإمام أحمد بن حنبل، يسمى بعلم التعبير، علم تعبير الرؤية. وإحنا ربطنا بين التعبير وربطنا بين الرقية الشرعية، وقلنا إن الرؤية جانب من جوانب الرقية، والرقية تبنى عليها الرؤية. يعني لما يجي واحد يرقى بالقرآن والسنة بنبني الرقية بتاعته على ما يراه في أحلامه وفي منامه، فهي ضرب من ضروب الرقية الشرعية. معنا الصلاة. السلام عليكم. ازيك يا أم محمود؟ عليكم السلام يا عم الشيخ. أتفضل. الله يحفظك ويبارك فيك. يا عم الشيخ الله يكرمك، تقبل الله منا ومنك. لو سمحت يا عم الشيخ، ابني شاف رؤية. أيوه. إن هو طالع على السلم ولقى 20 جنيه لابس شبشب بلاستيك. نعم. بس السير بتاعه مقطوع كده شوية، يعني حاجة منه مقطوعة.
ايوه حد. لقى 20 جنيه، 10 و10. نعم. وبعدين دخل لقى بنتي معاها بنت واد، اخته ايوه اخته متزوجه، راح واخد منها البت وقعد يبوس فيها نعم اخته متزوجه، قعد يبوس فيها. بنتك متزوجه يا حاجه؟ اخته. طيب معاها اولاد؟ نعم. معاها اولاد؟ اخته. معاها اولاد؟ بنت واد معاها بنت واد. هي في الحقيقه معاها اولاد؟ في الحقيقه هو معاها، هي معاها ولدين. طيب تفضلي. معاها ولدين. نعم. ايوه يا حاجه. وعلى علم ان هو هيتجوز، يعني كامل على جواز. طيب يا حاجه، ان شاء المولى تبارك وتعالى، يعني هذه رؤيا رآها بعد استخاره ولا بدون استخاره؟ طب لو عم سمحت يا عم الشيخ، معايا حلمتين. لا انا بسأل سؤال، هذه الرؤيا استخار وراها ولا بدون استخاره؟ لا بدون استخاره. طيب ماشي، الرؤيا الثانيه. حماتي متوفية وجات لعمتي أخت جوزي وجايبة وبتقول لها أنا بتعملي إيه؟ قالت يا سرية، قالت لها أنا بحث القميص إسلام، إسلام ده بلا. راحت قالت لها طب أنا عايزة أغسل قميص أخوكي، أخوها اللي هو جوزي ده. نعم. راحت قالت لها طب أنا هاتيه أمه وأنا أغسله لك. نعم. بس كده، شكرا يعني. ماشي يا ابو محمود، بالنسبه لرؤيه الثانيه ابو محمود، رؤيه القميص كما عبر النبي الصادق المصدوق فانما يدل على الدين، فما خصه الميت من غسل القميص او القمص يدل على الانسان محتاج تطهير لبعض اموره لانها تتنافى مع الشريعه الاسلاميه، محتاج يطهر دينه، محتاج يطهر ايمانه، محتاج. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال جددوا ايمانكم، كانه شيء يعكر فيجدد كالماء. قيل كيف نجدد ايماننا يا رسول الله؟ قال اكثروا من قول لا اله الا الله. ده بالنسبه لموضوع تجديد القميص او غسيل القميص. بالنسبه للرؤيه الاولى، ابشر ابنك انه مقبل على زواج ان شاء الله، فيه بشاره بالرزق. هذه المراه التي ستتزوجها امراه ان شاء الله وشها يكون خير عليك، جلبت الرزق ان شاء الله، اهل بركه، فاتم زواجك ان شاء الله والدنيا مقبله، البنت اللي انت قبلتها دنيا مقبله سعيده جميله. دي تخصك انت باذن المولى عز وجل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام محمد؟ ازي حالك؟ الحمد لله رب العالمين. تفضل يا ام محمد. بعد اذن حضرتك يا شيخ، انا من فتره جامده كنت شفت، يعني كنت شفت رؤيا ان انا شلت المبيض، فقال ان انا يعني، وقمت من يوم ان انا يعني حزينه وزعلانه علشان ان انا مش هخلف تاني، يعني الحمد لله معايا 3 اولاد. نعم. فانا بطلت وصلت الحمل بقالي 3 سنين وربنا ما اكرمنيش يعني. نعم. فحضرتك يعني هل ممكن تكون الرؤيه يعني هل هي بتتحقق ولا ايه؟ يعني انا بس يا ام محمد، النبي صلى الله عليه وسلم علق الرؤى مثل هذه بانها لا دخل من الشيطان، واذا كان الشيطان تدخل في افساد الرؤيه فتحتاج الى رقيه شرعيه، فانه يفسد الرؤيه ويفسد الحمل. يعني لو جت رؤيه تدل على فساد جريحه من جوارح الانجاب زي المبيض او الرحم، فهنا على طول يبقى الشيطان هو اللي اتدخل بالرؤيه دي، وهو له علاقه بتعطيل الحمل، لانه يعطل الحمل ويعطل الرزق، فهنا محتاجه رقيه شرعيه ومحتاجه الحجامه يا ام محمد ان شاء الله. ماشي يا شيخ. طب بعد اذن حضرتك بس في حاجه ثانيه. ايوه اتفضل. انا كنت عملت صلاه استخاره عشان ان انا اقبل على عمليه الحقن المجهري. نعم. فانا ما لا شفت رؤيه زي ما بيقولوا، وحتى قالوا لي هتحسي احساس كده، بس كل انا مش حاسه حاجه، بس يكون موضوع ان انا خايفه، يعني انا خايفه لا قدر الله ان هي ما يحصلش نصيب. بس فحضرتك شايف اني انا ما اذا استخرتي اذا استخرتي وانشرح صدرك فتوكل الله، اما اذا جلبت الاستخاره خوف فما تقبلش على هذه العمليه. استخاره وقع في التعبير برؤية، إذا شفت رؤية نعبرها بتعمل لي عملية ولا لا، أما إذا جالبت ضيق في الصدر أو خوف فيا ريت الله يكرمك لا تقبلي، لأن ربما يكون النفع في الرقية الشرعية وليس في إجراء العملية. شكرا. ربنا يحفظك يا أم محمد.
لأن هناك بعض الأمور يعني لابد أن هي تدرس. الاستخارة لا تعني الرؤية في المنام، لكن الاستخارة هل أنت بعد ما قمت من النوم حسيت بانشراح الصدر؟ أقول لك آه والله قمت فرحان جدا، اتوكل على الله، لأن وقع القبول من الله عز وجل بيقع على الصدر. أما لو أنت استخرت وقمت لقيت نفسك ضيق الصدر، مهموم مغموم، أو حصلت بعد الاستخارة كارثة معينة في الواقع، لأن الاستخارة تعود أيضا بالواقع. ولك سبحان الله استخارت ربنا حصلت فتنه عظيمه جدا، اقول لك لا تقبل، لان هذا الامر اللي انت مقبل عليه امر فتنه، امر فيه امور تسوء في دينك او في عقيدتك او في مالك او في بدنك. فيا ريت الله يكرمكم ان اهل التعبير لا يعتدوا بالرؤيه فقط بعد الاستخاره، ولكن لطبيعه الشخص نفسه، طبيعه العواطف بتاعته، طبيعه التحول النفسي بتاعه. فيا ريت الله يكرمكم، لان الرؤيه بعد الاستخاره أو الاستخارة لا يعقبها رؤية فقط، ولكن تحول في المزاج الشخصي للإنسان. المزاج بعد الاستخارة يحكم على الاستخارة نفسها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذة منار؟ الله يسلمك يا شيخ، أنا اللي كلمتك أول حلقة كلمتك فيها. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت قلت لك إن أنا بشوف أحلام يعني بالزنا وكده، وبشوف بس ما كملتش كلامي. تفضلي. كنت بشوف كلاب سودا بتجري ورايا في حتة ضلمة. بس ما لمستنيش وتعبين على طول. بقى لي 3 سنين متجوزة وما حصلش حمل. ولما كان جوزي راح لواحد واداله الورق المشخبط عليه، وانت قلت لي ولعت فيه وانا ولعت فيه. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب وبعدين نعم جبت الهدي النبوي اللي انا قلت لك عليه، 7 ورقات سدر والزعفران وزيت الزيتون معصور على البارد والمسك الابيض والعسل. لا ما جبتش، انا كنت مستنيه حضرتك اكلمك لما احكي لك على بقيه اللي بيحصل لي. ف لو اتفضلي احكي لي يا منار. اتفضلي. انا دراعي بيقف وظهري وراسي. نعم. وبحس دايما بخوف، وبعدين جوزي اليومين دول انت يعني بخاف من نظرته ليا. نعم. وبقالي 3 سنين ما حصلش حمل، بس بحس بوجع تاني. نعم. طيب يا منار، يعني بص يا منار، طالما ان الامر اختلط بالمعاشرات في المنام والخوف من الزوجة ومن تحول نظرات الزوج وتخاف منه الزوجة، فده ما يدل على ان هناك جانب من السحر اسمه سحر التعطيل، يعطل قلنا الزواج، يعطل الحمل، يعطل الرزق، ولكن لا يمنع الزواج ولا يمنع الحمل ولا يمنع الرزق، لان الاسباب اسباب معطلة ولا تمنع قدر الله عز وجل. فاذا رفع السبب بفضل الله وبالدواء الذي أقره الله ورسوله في الكتاب والسنة، إن شاء المولى تحقق ما عطل عليه بسبب السبب، تحقق ما عطل بسبب السبب. فمثلا السبب هنا سحر التعطيل انقلب بعشق، إن شاء الله يرفع بالقرآن والسنة، إن شاء الله يحصل الإنجاب. هقول لك كمان، هات ورقة وقلم واكتبي هنجيب إيه ونعمله إن شاء المولى بعد الاتصال ده. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ام محمد؟ اهلا وسهلا بحضرتك. الله يكرمك يا ام محمد، تفضلي. إيه لو سمحت، انا بنتي حلمت امبارح الليله اللي فاتت ان هي ودانها الاثنين بينزفوا دم. نعم. وفي نفس الوقت يعني واحده صاحبتها اتصلت بيها وقالت لها ان برضو ان نفس الموضوع دوت لنزيف الدم لصاحبتها برضو بينزف جامد. وقالت لها ان ودانها اتقطعت منها حته تاني. نعم. وقالت لها ان هي ما عادتش هتسمع تاني. فانا عايزه اطمن بنتي، يعني هل هيصيبها مكروه ولا ايه؟ لا يا حاجه، الامر يهم العقيده وليس المكروه البدني. فالاذنين يصب فيهما الصهير يوم القيامه بسبب سماع الاغاني. والاذنين ايضا اذا استمعت المراه للغيبه والنميمه فهي مشتركه في الاسم. خلي بالك يا ام محمد. تمام. يعني لو قعدت مع صاحبتها وجبت سيره واحده تانيه هما الاثنين بينزفوا دم. تمام. يعني دي بتقول ودي بتقول، ودي بتستمع ودي بتستمع. ايوه. فالله يكرمك قولي لها انتوا صاحبتك بتذكروا بعض الاصدقاء بالسوء وده نزيف الدم فعلا. تمام. فقولي لها يا ريت تخلي بالها من ما تذكرش حد بسوء وتتقي الله بنفسها وكل عيوب يا ام محمد. طيب شكرا يا فندم. ربنا يكرمك يا ام محمد. فعلا احنا محتاجين نستدرك هذا الامر. الودان ده بتعمل ايه؟ بتسمع. اللسان، النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الدم، فسر الدم لما الانسان يسبح في الدم فسره بالربا. لما الانسان ياكل دم، ها ياكل دم يبقى مال فاسد. لما الانسان يبكي دم
يبقى بعد عن الله، يعني ده محتاج لأمة تدعي له. لما يسمع، لما الودان تجيب دم يبقى بيسمع الغيبة ونميمة والكذب وأغاني، نقول لها بطل أغاني، بطل تسمع الغيبة والنميمة، بطل تتكلمي في أعراض الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ سعيد؟ الله يحفظك ويبارك فيكي. بقول لحضرتك أنا عندي حلمين هقولهم وأسمعك من التليفون. اتفضلي يا أم إسلام. الله يخليك. أنا عندي، أنا حلمت إن أنا راكبة العربية مع جوزي، أنا راكبة ورا جنب أخت جوزي اسمها هبة. هي راكبة على الشمال وأنا راكبة على اليمين، وماشيين زي في سوق كده. هي على شمالها في فراولة زي ما يكون مبلولة كده ودبلانة شوية، وأنا على يميني في فراولة حلوة قوي مصحصحة ووردتها خضرة كده. فهي بتقول لي بص الفراولة دي، قلت لها لا بص اللي على يميني أنا جميلة إزاي أنا هاخد منها. فوإحنا ماشيين ماشيين في سوق كله بقى كركبة وحاجة البياعين وكده، بس جوزي كل ما يمشي بالعربية الطريق يتوسع قدامه ويتفتح. كل ما يمشي الطريق يتوسع. حتى خبط في حاجة بتاعت بياع كده، فأنا قلت هنعدي إزاي منها، يا دوبك جوزي مش راحت الحاجة دي إيه اتشالت لوحدها والطريق اتفتح كده. ده حلم. الحلم التاني إن أنا زي ما أكون راجعة من عند دكتور أو حاجة، أو كنت بكشف يعني. فالمهم حضرتك سامعني؟ أيوة اتفضلي. فالمهم وانا راجعه كده من من المشوار ده ماشي على سوق، فالسوق ده زي ما اكون على شط بحر، هو زي ما اكون فرن عيش فينو وباتيه وفطير وحاجات من الحلوه دي، بس شارع طويل. فانا ماسكه كيس وعماله اعبي بقى فطير واخد عيش فينو واخد بقسماط وحاجات من الحلوه دي. فمديت ايدي على حاجه زي ما اكون مسقيه بالعسل، دقتها لقيتها جميله، رحت قلت انا هاخد منها ايه في البيت وانا مروحه. نعم ماشي، هقفل واسمع حضرتك. ماشي يا ام اسلام، ربنا يحفظك يا رب ويبارك في فيك وفي اولادك وفي كل المستمعين وفي اولادهم ويحفظ مصرنا العزيزه ان شاء الله. بص يا ام اسلام، كونك انك انت راكبه مع زوجك في العربيه، انت وزوجك يعني متصلين بالراي وبالقرار وبالمشاوره وبالمشوره، واسال الله ان يديم عليكم العيش والمعاشره والا يدخل بينكم ما يفسد الحياه دي، لان انتوا فعلا ان شاء الله انت يمينك كويس، واسال الله ان يجعلنا جميعا من اهل يمين. اذا نظر الانسان على يمينه فراه ثمار واشجار وخضره، فاعلمي انك اصبتي طريق اهل اليمين انت وزوجك. لكن هبه محتاجه ان هي تعي لدينها، ومحتاجه حد يذكرها بالله، حد يقول لها ارجعي عن الامور اللي انت بتعمليها او عن الفكر اللي انت بتفكريه، عن 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 زي قلنا الغيبه النميمه الاغاني الكلام ده، اللبس الضيق الكلام ده. فهبه محتاجة تعرف دينا شوي او تتعرف على دينا. انت من اهل يمين ان شاء المولى انت وزوجك، لان طريق زوجك ممهد وماشي على الطريق المستقيم في زمن كثرت فيه الكركبة. انتوا ماشيين في سوق، واحنا الدنيا دي عاملة زي السوق بالظبط، فيها الكذاب وفيها الغشاش وفيها النمام وفيها المرابي. الدنيا سوق فعلا كبير جدا سليم، كل في كلنا بنتعامل مع بعض بحاسة الدين، لذلك النبي قال الدين المعاملة. فالقضية اللي انت شفتيها عن يمينك وما لفت يمينك هو الأعمال الصالحة، الفراولة أو الثمار الطيبة، العمل الصالح. لذلك قال الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. يبقى الثمرة دلالة صلاح العمل، كذلك شبه ربنا عز وجل، وهي بشارة والرؤية من المبشرات. فيا ريت الله يكرمك، قول لي هبة تعود لربنا. اما بالنسبه لك انت فاهل الدين واهل القران انت وزوجك ان شاء الله. انا شايف الرؤيه الثانيه بتؤكد الرؤيه الاولى. رجعتك من عند الدكتور الكشف هي مراجعه النفس عن الهوى والمراقبه لله عز وجل. وبالنسبه للعسل اللي انت شفتيه والعيش، ان شاء الله العسل هو القران والسنه. العسل القران وحلاوته، هذا الذي عبره سيدنا ابو بكر في حديث انس من عن ابن عباس كما جاء في الكتاب التعبير، تعبير العسل والسمن. والعيش عيشه هنيه والبحر طهور، اسال ان يطهرك من الذنوب. مع السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت مع حضرتك يا شيخ محمد من البحيره. ازيك يا ام محمد؟ اتفضلي. الله يسلمك يا شيخ. بقول لحضرتك ينفع اصلي صلاه الاستخاره يعني مره او اتنين كمان؟ ينفع ان شاء المولى انك انت تصلي كل يوم استخاره، مش مره او اتنين او ثلاثه فقط. ماشي حضرتك، على هو نفس على نفس الموضوع ينفع انك انت تصليه، لان كثره الصلاه اولا هي نافله. يعني انا كمان يعني مش بصلي عشان اخد القرار ان انا اعمل الشيء ده ما اعملوش، لكن انا باخد اجر نافله، ان انا باخد اجر نافله. زائد كلما ثبت الامر بعد الاستخاره باليقين بالله ما اعملش الشيء ده، او ان انا ربنا شرح صدري للشيء ده، استحاله يكون هناك متغيرات. استحاله يا ام محمد. فما وقع بعد الاستخارة الأولى سيقع بعد الاستخارة المية، خلي بالك.
ما وقع بعد الاستخارة الأولى سترين وبعد الاستخارة المئة، لأن قرار ربنا واحد لا يتغير. سليم؟ فأنت إن شاء المولى أعيد الاستخارة مرارا وتكرارا، وأعلمين إن شاء المولى عز وجل إيه اللي حصل، هل الخوف مستمر ولا لا، هل شفت حاجة في الرؤية؟ ولكن أنا متأكد أن كثرة الاستخارة لا تأتي إلا بنفس التعبير. وكان قلق يا شيخ، وكان قلق يعني، كنت إن أنا قلقانة يعني. مش والله يعني أنا شايف يا أم محمد لما ربنا بيفتح على عبد باب خير لا يوجد قلق ولا خوف ولا أي شيء خالص. لما الإنسان بيستخير ربنا فمعناه إن أنا بفوض أمري إلى الله، يا رب ليك القرار، أنت صاحب القرار فأنا بفوض أمري إليك. فربنا بيديك القرار وأنت نايم أو لما تقوم، فلما يحصل قلق، طب القلق جه منين؟ ده أنا استخرت ربنا. يبقى هنا بالله عليك يا شيخ يعني ماشي يا محمد. أسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالخلف الصالح، وأن يعطي كل محروما، يعطي كل محروم إن شاء المولى ما يريده أو ما يتمناه عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأنا عايز أقول إن إحنا عندنا فقه التعبير لا يقف عند حد الحديث بالرأي كما يحدث الآن على شاشات القنوات الفضائية من تطرق بعض أهل الجهل لهذا الأمر، وإن هم عاثوا وماجوا في علم رسول الله ولم يعلموا أن الإمام مالك، وهذا الكلام أقوله مرارا وتكرارا، ليه؟ حتى لا يأتي بنا الله يوم القيامة ويقول لماذا لم تعي وتنصح وأنت تعلم أن ذاك علم النبوة وعلم رسول الله. فأقول أن كتاب التعبير هو أكبر كتاب في كتب السنة، يضم أكثر من 90 بابا، ما غفل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي شيء إلا عبره. هات كتاب صحيح البخاري كده واقرأ في كتاب التعبير، هتلقى سبحان الله 90 باب، 90 باب، أكبر كتاب من كتاب التعبير، يضم أكثر من 90 بابا، دلالة على أهمية هذا الفقه. فلما سئل الإمام مالك أيعبر الرؤيا أي أحد، قال أبو النبوة يلعب، يعني ده مش لعب، والله هكذا قال الإمام مالك، أبو النبوة يلعب. طب ليه وموضوع الأحلام دي له علاقة بالنبوة؟ طب ما هو النبي اللي قال كده من حديث أنس، الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. يبقى احنا عندنا مدارج النبوة 46 جزء، منها الرؤية، فلما أنا ألعب بالرؤية بلعب بالنبوة، يبقى ده اسمه لعب عيال بقى. فمعنا نستوصل ثم نعود نتكلم عن فقه التعبير. السلام عليكم يا استاذة منار. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، كنت شفت رؤية ان انا بطرح. انك انت ايه؟ بطرح. اه. وبعدين صدري كان بينزل لبن. نعم. لبن كتير يعني. وبعدين في الطرح ولا في حيض راضي ينزل ولا صفر راضي ينزل. واللبن كان كتير، وبعدين الدكتور قالي لازم دي حاجه تخلي اللبن دي يقف. نعم. فاداني حاجه حطيتها عشان اللبن يقف، ومش راضي يقف، بس كان بيفضل ينضف مش وقف الا بعد مده. وكنت شفت رؤيا غير ديت ان اختي بتديني خاتم ذهب. بس كنت انا لابسه هدوم بيتي، وبعدين كنت عاوزه اتبرى من الناس اللي بتشوفني مش شبابيك. وبعدين اختي بتديني خاتم ذهب وبتقول لي خد الخاتم ده خلال شهرين اتبدليه بخاتم تاني. نعم. وبعدين فلقيت واحد عجوز في بيتي جوه بيقول لي تعالي يا منور تعالي، انا وانت من نصيب الشيطان. فاني خوفت، فحاولت استر نفسي واجري منه، فمش قادره، جسمي مش قادره ان انا اتحرك حتى. طب يا منار انت متزوجه؟ بقالي 3 سنين. معاك اولاد؟ لا انا اللي كلمتك قبل كده. طيب ما انا بتاكد بس عشان انا ان انت قلت لي على رؤيه تعابين وانك انت في معاشره في الرؤى. طب بص يا منار، كونك ترى اللبن اللي بينزل من صدرك ان شاء الله ابشرك بحمل قريب باذن الله تعالى، هذه بشاره. واما بالنسبه لك انك انت بترتدي ثياب فتلك الرقيه الشرعيه زي ما قلت لك، الرقية الشرعية، لأن الثياب كما عبره النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، والدين يجمع ما بين القرآن والسنة، والقرآن والسنة في الحالة بتاعتك أنت شايفة إن في لبن نازل والدكتور بيقول لك خدي حاجات عشان توقف اللبن، فجاء معناها رؤية اللبن كانت بعد بتاعت اللي هي الراجل العجوز ده.
ماشي، انا بكلمك الراجل العجوز واللي بيقول لك احنا وانت من نصيب الشيطان، تلك معاهده كانما هناك سحر تعطيل انتقل العشق جن، لان الشيطان لا يتملك المراه الا اذا عشقها بعد سحر او بعد مس. فانا عايزك يا شيخ في رؤيه ثالثة واسمعك من التلفزيون. اتفضل يا منار. انا كنت شفت ان انا واختي، اختي دي متجوزه بقالها شهر، شفت ان انا وهي ماشيين يعني زي ما يكون رايحين فرح، فروحنا انا وهي نلبس، فانا ماسكاها في حضني مش راضيه اسيبها، وبعدين لبسنا وانا لابسه بناء على هدومي كان بنطلون، فانا حضنها خايفه اسيبها. فجينا في مكان واسع وضلمه انا وهي واحده صاحبتي ثالثه. نعم. فمشينا في مكان واسع في ضلمه، فلقينا ثلاث شباب جايين علينا وبيضربوا فينا بالإيلان، فاختي مش عايزه اسيبها ففلتت مني من كتر الضرب. وكنا في حته ضلمه ونزلوا علينا ضرب جامد. اختك بتصلي يا منار؟ اختي يعني مش منتظمه. طيب، هو ده الظلام وده التخبط، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. بس انا ما بسيبش ولا فرد. انا بتكلم على اختك، يعني ده الرؤيه دي تخص اختك، فيجب عليك انك انت تحتضنيها بالدعوه الى الله عز وجل، انك انت خدتها في حضنك. ولكن اللي هو بيضرب ده وبيخبط فيها ده كالشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين. خلاص، فده التخبط. أيوه. ده التخبط، ده الشياطين. ايوه، انا بقالي رؤيتين اشوفها ان هي في فرح وزعلانه. هو ده الانسان مهما اوتي من نعمه وبعيد عن ربنا يفضل كئيب وحزين، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك. ده الضنك اللي هي عايشه فيه. فيا ريت الله يكرمك ويبارك فيكي، ذكرها بالله وخليها تعود لربنا وتجدد ايمانها وتحافظ على صلاتها وتسمع القران ويكون لها ورد وتلبس الحجاب الشرعي. اما بالنسبه لك انت، بالنسبه للرؤيه الاولى الازدال او الجلابيه البيت اللي انت لابساها، ده تعبير النبي، عرض علي اناس عليهم قمص، جلابيه بيت، قميص، المهم على حسب ستر القميص. وانت بتقول انا كنت بستتر من الناس عشان ما يشوفونيش، ذاك هو الدين، يستر صاحبه. وانت ان شاء المولى ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليك بالشفاء، وهيمن عليك بالولد، وهيمن عليك بالستر وبالرزق وبالبركه وبالحب بينك وبين زوجك، بدينك وبقربك الى الله عز وجل. لان كل غرضنا في الحياه هو رضا الله عز وجل. ولذلك ربنا اطلق العنان في القران لخلق ابن ادم حتى الجن، وقال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قضيه مفروغ منها، هذا المصنع المخلوق اللي هو البني ادم ما خلق الا للعباده، فلما صرف المصنع لغير طاعه الله اضطرب المصنع، بقى بينتج غير الانتاج بتاعه، بقى بينتج قتل وفتنه وخبص واشاعات وغيبه ونميمه، هو ده الانتاج بتاعنا؟ طب ربنا خلق المصنع ده ينتج ذكر ودعاء ودعوه وصلح بين الناس وإلقاء السلام وإطعام الطعام، هو ده المصنع اللي ربنا أنتجه. فغير المصنع لغير ما أراد الله عز وجل. بقى المصنع شغال أسحار، المصنع بقى شغال يروح كنايس يعمل سحر لفلان وفلان، المصنع بقى شغال بعقيدة رثة، المصنع بقى شغال بيدفع فلوس للناس عشان تقتل الناس، المصنع بقى شغال الناس بتعمل فتنة وبتعمل ريبة وخوف ووضع اليأس في قلوب الناس، المصنع بقى شغال للنصب والدجل والاحتيال. مصنع ما شغال يعني حدث ولا حرج، مصانع مهمله بيخرج منها روث كروث البهائم، والله يمكن روث البهائم بناخده بنسبخ بيه الارض بيطلع ثمار جيده جدا، لكن روث ابن ادم دائما بيفسد، اخراج ابن ادم من لسانه فاسد سبحان الله، لانه لا يحمل في طياته الا الفساد. السلام عليكم ام اسلام. ازيك يا شيخ سعد، انا لسه مكلمه حضرتك. اتفضل يا ام اسلام. بقول لحضرتك انا حلمت ان انا كان في الحقيقه انا نايمه. نعم. وكان في البوك بتاعي ما فيش غير 5 جنيه. فلما نمت حلمت ان حماية الله يرحمه جه اداني 5 وقال لي كده هيبقى معاكي 3 5. نعم. ده حلم. نعم. الحلم الثاني حلمت ان حماية الله يرحمه برضو جالي ولبسني عقد، العقد ده كان طويل كده لغايه صدري وبيلمع زي الالماس كده. نعم. وادى برضه لاخت جوزي اسمها ياسمين ولمرات ولتلفيت اسمها قمر، كل واحده عقد بس قصير كده. نعم. فانا وانا قاعده فرحانه بالعقد بتاعي وبصاله وفرحانه ومش اكني مش واخده بالي منهم، بس سامعهم عمالين يقولوا اشمعنى بقى هي العقد الحلو ده؟ اشمعنى هي عقدها بيلمع وطويل كده وجميل؟ نعم. ده برضه الحلم الثاني. حاجه ثانيه ان انا دايما احلم بورق عنب وبعنقيد عنب. جميل. ولما بكون حامل دايما احلم بالقطط.
نعم. وكلمة تانية افتكرتها أقول لحضرتك. حلمت إن أنا في زي خوصة كده عايزة تخش أوضة نومي. فأنا جريت وراها بالحذاء ضربتها موتها فطلعت واحدة كمان موتها طلعت كمان واحدة لغاية خمس حاجات منها كونفسات بس لغاية ما موتهم كلهم مع العلم إن أنا مسقطة خمس مرات. طيب انت اسمع حضرتك من التلفزيون اقول لك يا ام وسام انت حللتي طبيا طلع عندك فيروس قطط؟ لا ما طلعش بس بيطلع ان انا كان عندي حاجز وشلته وانا دلوقتي ايه في طريق ان انا بدور على الحمل يعني. طيب ابشري انت معاكي كم من الاولاد يا ام اسلام؟ انا معايا محمد واسلام. طيب ان شاء الله ابشري بقرب الثالث لان دي ثالث خمسه عطالك المتوفى. طب ممكن اسمع حضرتك؟ تفضل يا ام اسلام. يعني دائما احنا بنقول تكرار الشيء من جنس العمل، فان شاء المولى عز وجل كونك انك انت معاكي خمسه واداكي خمستين ففضل الله تبارك وتعالى مجموع الثلاث دول الثلاثه والثلاث دلاله على التاكيد ان شاء الله في ولد ثالث ان شاء الله او بنتا بحسب ما يقدر الله عز وجل. واما بالنسبه لرؤيه العنب، العنب يدل على الولد الصالح، العنب يدل على ان تناسق عنقود العنب يدل على عنقود المراه اللي هو العنقود اللي بيسميه الاطباء اللي هم بيتعلق في البويضات المراه سبحان الله عز وجل ويكون منه الولد. بالنسبه لرؤيه القطط وقتل القطط والكلام ده انا اعتقد انك انت محتاجه رقعه شرعيه ام اسلام. فقالت تجيب ورقه وقلم انت والاخت منار وكل اخ او كل اخت عايزين يعرفوا تلقوا رقعه شرعيه ازاي؟ تتابعوا اللي احنا بنقوله على الهوا نعملها ان شاء الله لمده ال 40 يوم فهي رقيه مباركه نافعه ان شاء المولى. هاتوا الورقه والقلم وجازوا بعد الفاصل، فاصل لنستغفر ربنا 50 مره ثم نعود فكنت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم من ضرهم دتكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اترككم في رعايه الله ومنه وكرمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سنعود لو انت ست بيت وشاطرة في الأكلات الشعبية لو عاوزة كل ست بيت تستفيد من خبرتك اشتركي دلوقتي معانا في أكبر مسابقة طبخ على قناة الصحة والجمال. للاشتراك في مسابقة أحلى أكلة ابعتي رسالة فيها اسمك وتليفونك وعنوانك وكلمة أحلى أكلة على الرقم 94174. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا بعد الفاصل معنا أميمة. السلام عليكم أستاذة أميمة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا يا شيخ كنت حلمت قبل كده كان ابني عنده 16 سنة وماشيين على البحر جايين الجزيرة ماشيين على البحر والناس قالوا له إيه ده من غير إيمانك
قعدت قمت مخضوضه طبعا وزعلانه ومخضوضه عليه لغايه دلوقتي. وبعدين بعد الحلم ده برضه بعدها بكام شهر كده 6 أشهر كان في خناق بينه وبين ولاد عمه، فتلاقيه هو نازل في قلب صندوق رمله او دخل نفسه في الرمله لغايه ما اخر بقه وعينيه وبقه وقمت مخضوضه عليا وعشان انا مغضوض عليه وعشانه والله وخايفه عليه. طيب حاجة اميمه ده دخل من الشيطان ليس له حاجه. المهم يا شيخ اي حاجه اميمه اتفضل. الحاجه المهمه يا شيخ ان انا كان في ابن سلسل اتحرش بيا وبعدين قلت لابوه عشان يبعده كده ويهذبه ويردبه فما سكتش وقال للبيت كله وكلهم معطاني قطاعة جامدة وانا زعلانة وخايفة يعني لدرجة ان عاملين ان الدنيا كأني عايشة في قبر على وش الدنيا ولا بيتكلموني ولا بيعاملوني ولا معطاني قطاعة جامدة وانا مش عارفة اعمل ايه يا شيخ والله. لا انا مش عايزك تعمل، انا عايزك تملي قلبك بحب الله لان هو ده الزمن اللي احنا عايشين فيه، هو دي البلد بتاعتنا وهو ده الاخلاق بتاعتنا وهي دي المبادئ وهي ده الشعب اللي احنا عايشين فيه اللي بنحاول نغير من طباعه وسماته في بيوتنا وفي اسرنا في اخواتنا في اهالينا في عائلتنا، هي دي القيمة. هنروح فين؟ هو ده الانحدار الاخلاقي اللي وصلنا ليه. اذا كان لسه بقولك يا اميمة دلوقتي الانحدار الاخلاقي بقى مع اهل العلم، بقى الرويبضة هما اللي بيتكلموا، بقى اهل السفاهه واهل الجهل هم اللي بيتعلموا وبيعلموا الناس دلوقتي العلم الشرعي بجهل. يبقى احنا النهارده يا اميمه لما يتحرش بك ابن سلفك مش حاجه جديده، لما يتصل بيا واحد وواحده وتقول لي زوجي نام مع بنته، ولما يتصل بيا واحد يقول انا فوجئت ان ابني نام مع اخته، هي دي الاخلاق اللي احنا وصلنا ليها. ما تستغربوش يعني، ما لسه بقولك المصنع يا أميمة لسه لو انت متابعة بقولك المصنع اتغير الانتاج بتاعه، المصانع كلها بتاعتنا اتغيرت، مصانع أمة رسول الله اتغيرت كلها بقت فسق عري إباحية إلا ما رحم ربنا طبعا، لأن أهل الدعوة وأهل الدين والقرآن بدأوا دلوقتي إيه بيهمشوا نفسيهم وبيقولوا أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابقى على خطيئتك، اقعد بقى صلي الوقت لأن القيامة قربت وخليك مع القرآن ربنا يعني واستعد لقدوم الساعة. لكن المناخ اللي احنا عايشين فيه، الجو اللي احنا عايشين فيه، الزنا بقى في الطرقات والله في السيارات علنا في الطريق، على يعني لما يقول لي أمين شرطة ان في مكان معين الطرق السيارات بتركن فيه وزنا بين، طب ما هو النبي قال كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، سيأتي زمان سيكون فيه زنا في عرض الطريق، في عرض الطريق قدام الناس وماشيين الناس عادي جدا، وانتوا عارفين الكلام ده كويس جدا. فامثالهم في الزمن احنا فيه كامثال ابي بكر وعمر، هيبقى زي ابي بكر وعمر من قال لخليلته تنحي عن عرض الطريق، تعالي جنب شويه كده نتداير ورا شجره، ولا في جنينه الحيوانات مثلا ورا شجره كده، ولا مش عارف جنب تبه ولا خيبه بعيد عنكم، خيبه والله العظيم. هنروح نقول لربنا ايه؟ ابن سلف اتعدى على واحده زي امه، زي امه، هي دي الاخلاق. لما نتعدى على علم رسول الله هي دي الاخلاق. اي حد يتكلم في اي حاجه وماله، ماشي نفسك وماشي امورك. لما ما نحترمش القران والسنه مش هنحترم بعض، ولما ما نحترمش بعض لن يحترم الصغير الكبير ولن يرحم الكبير الصغير، وكله بياكل في كله وكله بيقتل في كله. هو ده المناخ، هي ديت الاتصالات اللي بتجيلنا. يعني اذا حصرت كميه الاتصالات اللي بتجيلي في الاسبوع اكثر من 1000 اتصال والله العظيم يا اخوانا، يكاد يكون حوالي ما لا يقل عن 4000 اتصال في الشهر بنفس اللغه. ابني لقيته بيعاشر بنتي، زوجي زنب بنته، مش عارف مين تحرش، يعني اختي تتصل بيا. انا برقرق بقلبك يا امانه عشان اديلك الدرس في الاخر. لما اختي تتصل بيا وتقول لي بنفس الطريقه دخلت كنت في الشغل وجيت فجاه جايبه غدا لزوجها عايزه ادخل عليه البهجه واقول له ان انا جايه بدري من الشغل، فدخلت لقيت اختي على فراش نومي مع زوجي وقالت لي بنفس الطريقه مالكيش مكان معانا، انت لا تطلعي بره، وزوجي قال لي اطلع بره، والشقه انا اللي جايبها بفلوسي وكاتباها باسم زوجي حبا فيه،
في الاخر لقيت نفسي في الشارع رغم ان هو مع علاقه قاسمه مع اختي وهي على ذمته. ايه الجمال ده؟ ايه البهرجه والحلاوه دي؟ استغفر الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا حاجه؟ ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. الله يسترها معاك. انا ام محمد المنصور. اتفضل يا ام محمد. انا حلم مطاردني كل ما احلمه الا ان راح مكان وخلع لمؤاخذه المداس، اي اطلع ما الاقيش فرده المداس الثاني. نعم. ادور عليه لقاه مختلفه لما لقاش خالص. نعم. دي اول حلم. الحلم الثاني يا شيخ اللي انا احلم اللي انا لمؤاخذه عريانه وادخل الشط. نعم. بس يا بي يا عم محمد، انت معاك كام من الاولاد؟ انا معايا اربعه. ربنا يبارك. اربعه وبنت بس كلهم متجوزين. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. لسه واحد بس في اخر سنه في كليه حقوق. طيب ان شاء الله المولى تبارك وتعالى بشريه بقرب، يعني ان شاء الله زواج مبارك. لان الحذاء ربما يكون ولد يعني مقبل على زواج او مقبل على حياه، وان شاء المولى يعني هنخلع من زمامي خلاص، لان الولد لما بيتجوز خلاص بينخلع من زمام ابويه. خلاص. فده بالنسبه الحذاء يدل على الزوج او الولد. فهنا فرده انخلعت يبقى ده الولد ان شاء المولى. اجي ادور عليها ما لقاهاش ابدا يعني. لا وان شاء الله يا حاجه باذن المولى هذه بشاره ان شاء المولى، الولد مقبل على حياه جديده او ربما سيسافر. سيكون له سفر خارج مصر ان شاء الله. ماشي يا شيخ. لان مصر كلها بتسافر دلوقتي. فان شاء الله المولى ربنا يبارك لنا يا رب فيك ويحفظك. اما بالنسبه لرؤيتك عريانه يا ام محمد دي خاصه بك انت. ليه؟ لان انا قلت ان النبي قال الثياب من الدين والعري نقص دين. عرض علي اناس عليهم قمص. يا اخوانا ما ينفعش افسر بعد ما النبي فسر. ما ينفعش اتكلم. ما ينفعش اقول العري ده اصل واحده بتذكرك بسوء. اصل مش عارف ايه. ما ينفعش. احترم النبي. النبي قال عرض علي اناس عليهم قمص. طب اتلف بقى الجمال النبي بقى. الله. النبي قال الكلام ده يبقى ده علم. ورأيت عمر عليه قميص يشتر. فمن الناس اللي عرض على النبي ناس وصل قميصهم الى حقوتي الى الركبة، ومنهم الى السرة، ومنهم الى السدي، ومنهم من دون ذلك عريان خالص. ولكن عمر كان بيجر في قميص. قيل ماذا ولت ذلك الرسول؟ قال ذلك الدين. الله. يبقى ده الدين. لما اشوف نفسي عريان ولو ان المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. الله اكبر. ام حور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام حور؟ ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يحفظك. معلش يا شيخ كنا عندي رؤيه كنت عايزه اقولها لحضرتك. تفضل يا ام حور. كان شافها زوجي امبارح يعني بيقول لي انا وكنت انا وهو كنا ماشيين بيقول لي في طريق يعني زي جنين او غابه كده فيها يعني زي شجر كده مرمي في الارض وحاجات زي كده. فبيقول لي كان في بعد كده زي نازله فقال لي انا وياه كنا فيها فكنا مش عارفين ننزلها وكده. فقال لي بعد كده قال لي لقيتك انت بتنزليها بسرعه وقال لي انا زي جابوا لي سلمتين او كده يعني عشان انزلها. فبعد كده قال لي مشينا بعد كده في طريق يعني زي ممهد بعد كده. فده دي رؤيه. وفي رؤيه ثانيه كان شوف حضرتك بتتكلم عن عن يوم القيامه وكده. فكنت شفت رؤيه من سنتين ان زي يوم القيامه بتقوم بس كان بصيت في النتيجه لقيتها 2014 وبقول لزوجي كان معايا في رؤيه بقول له احنا فيها اهو واحنا شايف القيامه بتقوم وادي النتيجه فيها 2014. فمش عارفه هو الموضوع ده يعني. والله يا محور مش انت بس اللي شفت الكلام ده في ان القيامه قامت في الايام دي، ده كتير. وانا اخشى ان يكون فعلا هذه القلوب زي حضرتك كده النساء الصالحات تكون رؤيه تاكيد فعلا ان هذا العام يكون عام تدرج العلامات الكبرى. ما انا حضرتك بقول كده انا زوجي لان احنا الحمد لله على صلاح حافظين قران الله يكرمك ويبارك فيك. وزي ما قلت لحضرتك احنا حاسين ان احنا منبوذين من اهالينا يعني احنا الحمد لله على صلاح واهالينا دايما بينبذونا وبينتقدونا وانتوا بتعملوا كذا. ما هو ده يا ام حور ما لا تخش الجنه زي ما هو ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد ان يجتبي عبده سلط عليه الفتن حتى يخرج من الدنيا سبحان الله وليس عليه من الوزر من شيء. ما هو لازما اذا تعاقبت العلامات والعلامات دي مش ابتلاء للمؤمن واخذة اسف للفاجر ما بيلحقش يتوب. يعني هو لما يرى الشمس طالعه من المغرب يقول تبت اليك الان. لا مش هتنفع توبه في الوقت ده خلاص اتقفل باب التوبه. خلاص زي بالظبط حتى اذا جاء احدهم الموت وقال ايه؟
قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يوم ربنا يقول له كلا انها كلمه ما ينفعش تقولها دلوقتي. ما هو لما شاف الموت قال تبت اليك، لكن ربنا عالم انه لو رجع مش هيتوب. هنا انا بقول لك ان تعاقب البلايا على اهل القران والسنه انما هي كي يخلصهم الله عز وجل من بعض الذنوب والمعايب حتى يصطفيهم ربهم يوم القيامه. ده اصطفاء، ده اصطفاء على الناس شايفينه ان ده يعني ده مش عارف ايه ده بيحصل ايه. لا والله ده اصطفاء من الله عز وجل. ربنا بيمحص القلوب وبيطهر العيوب وبيغفر الذنوب عشان ربنا عايز يصطفيكي. الاخت اميمه ربنا بيصطفيك تعرج ابن سلفك بيكي وخوفك على ابنك عشان دول بيكرهوك. هي دي هو ده المجتمع اللي احنا عايشين فيه، قطيعه رحم وتحرش ابن السلف وتحرش الاخ باخته والاب ببنته وهرج ومرج كما قال النبي بين يدي الساعه هرج ومرج. قيم الهرج يا رسول الله قال كثره القتل بين يدي الساعه. يا اخوانا اعقلوا، يا اخوانا افهموا، يا اخوانا استيقظوا من غفلتكم. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه ابو حفص عمر بن الخطاب عن الساعه قال يا جبريل ما المسؤول عنها باعلم من السائل، وانا لا اعرف اكثر منك يا جبريل. ايام النبي بيسال عن الساعه، فقال جبريل فاخبرني عن علاماتها. العلامه بتاع الساعه لا قال النبي خروج الشمس من مغربها، ولا قال خروج الدبه التي تكلم الناس، ولا اجوج ولا ماجوج ولا مسيخ الدجال زي ما احنا منشغلين قاعدين منتظرين العلامات دي بس. لا والله لما النبي ساله دلاله على ان سرعه العاقبه ان الساعه هتقوم بعلامات بسيطه جدا، وحصلت. يوم تجد الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. الحافي اللي كان بيرعى الغنم بقى عنده برج. ويوم تلد الأمة ربتها. يعني ايه؟ يعني واحد يتجوز مثلا ايه خادمة من الجماعة اياهم يعني، فتلد بنت، فقالوا لا البنت بنتنا ولكن دي خدامة، هنعترف بالبنت مش هنعترف بالخدامة. فالأم تقولها طب بالله عليكم خلونا نخدم بنتي. وده حصل كتير جدا، حصل كتير جدا في بيوت العرب وفي مصر، ان واحده تخدم عند ناس اسرياء، فالولد يطأ البنت الخدامه، فالبنت تحمل منه، فيروح تولد تقول لا يعترفوا بالبنت ولا يعترفوا بالولد ولا يعترفوا بالام. فايه اللي بيحصل؟ زي ما قلت لكم انعدام القيم، البعد عن تفقهنا في الدين، كثره الرويبضه الذين يتكلمون بغير علم، كثره الذين يتكلمون بالعلم ولكن ايضا بالراي، يعني عنده علم بس بياخد برايه ولا يسال اهل الفتوى ولا يحل الامر لاهل الفتوى ولا دار الافتاء المصريه، تلك الدار التي تجب باهل العلم الذين يستحقون منا التعظيم والتسليم بارائهم وفتواهم وعلمهم. لا دلوقتي يقول لك يا عم ما تروحش مش عارف ايه، فتهميش اهل العلم دي مصيبه. ولكن النهارده التعظيم لاهل الغناء واهل الفن واهل مش عارف ايه واهل نسال الله العافيه والعافيه. السلام عليكم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا محمد الله يحفظك. الحمد لله. شفت رؤية كان قبل الفجر. نعم. فقلت إن أنا في مكان يعني زي قصر زي فيلا، المهم مكان يعني فخم قوي يعني. فكنت أنا والدكتور محمد مرسي. نعم. ربنا يفك كرب نعم. فأنا قاعدة جنبه على كنبة، فأنا عايزة أتصور معاه. عندي اخويا اسمه محمود وملتزم جدا يعني. يلقبوه بالشيخ يعني. فانا بقول له ايه؟ فانا خايفه من اخويا، قاعده جنبه فانا خايفه من اخويا. نعم. انا خايفه منه يعني، انا خايفه منه عشان ايه؟ ان هو ملتزم وانا قاعده قدام برضه يعني يعتبر بالنسبه لي اجنبي. نعم. فقال لي طب ليه؟ نعم؟ ايوه يا محمد تفضلي. فحضرتك قال لي ايه؟ قال لي طب ماشي يا امل انا هصورك. فقال لي اسمي يعني، قال لي انا هصورك. اقعدي هصورك. فانا فبحسبه بيصور صوره عاديه، فهو بيصور فيديو. فالدكتور محمد مرسي يعني حط ايديه على كتفي كده. فانا جاني ذهول وخفت من اخويا. فهو طبطب عليا، فانا حسيت ان هو ما طبطب عليا كده ان هو ايه؟ زي والدي يعني، ان هو والدي. فاخويا ما اعترضش على كده. فانا اسمع حضرتك من التلفزيون. طيب يا محمد، يعني بالنسبة للقصر
باب تعبير القصر في المنام كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه التعبير من صحيح البخاري في فقه التعبير. القصر إن شاء الله منزلة العبد في الجنة. القصر من رأى منكم قصرا مشيدا جميلا فإنما يدل على مكانه في الجنة بقدر عمله. أما لو رأى كوف أو جحر أو مكان مظلم ملام بالحياة عملك أنت، والله عملك أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم إذ رأيت قصرا في الجنة وعلى القصر جارية فسألت عن الجارية فقال القصر، سألت عن القصر فقال هو لعمر. فاللي ينسب لعمر القصر فنسبت الجارية أيضا لعمر بمعنى الإيه؟ التشبيه. طالما القصر ده لعمر يبقى الجارية اللي قاعدة عن القصر ده دي لعمر، خاصة لعمر. فتذكرت غيرة عمر سبحان الله فاستحييت أن أنظر إليه. استحى النبي ينظر إلى الجارية والقصر من تذكر غيرة عمر. فقال أو عليك أغار يا رسول الله، شوفوا الجمال، وأنا غير عليك أنت يا رسول الله، فمكانتك في الجنة إن شاء الله والجلوس بجوار الحكام أو الرؤساء إنما هي منزلة عظيمة عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك ويبارك فيكي. أنا عندي حلمين لو سمحت هقولهم لك وأسمعهم من التلفزيون بعد إذن. تفضلي. الحلم الأولاني حلمت إن أنا في بيت جدي، هو جدي متوفى البيت ده مقفول. حلمت في البيت ده أنا وبنتي وعمالة أفرجها على البيت. وجت عربية عشان إحنا هنسافر فيها، فدخلنا عشان نغير هدومنا وكده عشان نسافر، فدخلت أغير في أوضة جدتي برضه هي متوفية. فلقيت شكارتين ترمس كبار في قلب الأوضة، ترمس مستوي. فانا خرجت بره الاوضه يعني في الصاله، لقيت جدتي قاعده ومتوفيه ومعاها مرات خالي. فانا بقول لها الترمس ده كتير قوي، انت عامله لي ده؟ قالت لي عشانكم كلكم. قلت لها بس ده هيبوظ. قالت لي لا ده هيعيش سنتين بس. شكرتني ايه لو سمحتي؟ شكرتني ايه؟ ترمس. ترمس ايوه. طيب الحلم التاني حضرتك، انا عندي بنت اختي يتيمه عندها 6 سنين، تملها تحلم ان هو في الشباك وفي كلاب كتيره عايزه تطولها وعماله تهوه عليها عايزه تشدها بس مش بتطولها، والحته ده بيتكرر معاها كتير قوي. نعم. هي طفله عندها 6 سنين ويتيمه. نعم. بس شكرا. طيب ربنا يحفظك يا رب ويبارك فيك. طب ان شاء الله بالنسبه للبنت اليتيمه ابشرك انها ان شاء الله ستكون يعني صاحبه امر في الدعوه، ربما تكون حامله لكتاب الله عز وجل. هي يتيمه شيخ الاب والام والاخوات. ان شاء المولى عز وجل هذه البنت هي في كنف الله، وأنا أبشرك بها بأنها ستكون من أهل الدعوة والصلاة، وستتذكر هذا الأمر بإذن المولى. تقول الشيخ سيد قالها بإذن المولى. أما بالنسبة لجدتك كونها تحضر طعاما فهي في حقبة أهل الجنة، لأن الجنة أهل الجنة ينعمون، فأي شيء تحضره فيدل على جود الله وكرمه على هذه المرأة بأنها في رحمة الله تبارك وتعالى. أما إذا جاء الميت يطلب شيئا فيدل على الحاجة. كونك انك انت دخلت في حجرة في بيت مهجور هو النفس. يا ريت ما تفكريش في حاجة، يا ريت ما تقعديش مع نفسك كتير، فكري في الله، اشتغلي بالذكر والدعاء حتى لا تجلب على نفسك الهموم والاحزان ان شاء المولى عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. ايوه يا استاذ انا كلمت حضرتك من شوية. ايوه مسلم اتفضلي. قلت لحضرتك على عقد على الحماية لبسنا الله يرحمه، يعني لبسني عقد طويل كده وكلمة. طيب انا لسه كنت هتكلم بس ما سمعتش تفسير حضرتك، قولوا لي بعد ما اقول لك الحلم ده بعد اذنك. اتفضل يا مسلم. انا عملت استخارة على حمل يعني. فحلمت ان ابني اسلام جاي بيديني 15 جنيه في ايدي وبيقول لي يا ماما شيليهم لي معاكي، فانا شايفاهم في ايدي 25 جنيه. هو يقول لي 15 اقول له 25، ده حلم. حلم صغير برضه بسيط تاني، ان انا رحت البلد عند والدي ووالدتي لقيتهم جايبين حلة كبيرة وبيرصوا عقيقه اللي هو رقه رز بس كله مستوي، يعني رقه رز رقه لحمه رقه عيش رقه صلصه، لغايه ما ملوا الحله خالص وقالوا احنا هنعمل الاكل ده لعزه بنتنا اللي هو انا يعني. ممكن حضرتك بالله عليك ما تنساش تقولهم لي؟ طيب يا ام اسلام ان شاء المولى عز وجل. بالنسبه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لرؤيه العقيقه فيتدل على الولد، لان العقيقه من دأب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنه النبي ان يعقله في سبيع ويكنى، يعني في سبع يوم اللي هو بنسميه السبوع، يعق له في سابعه ويكنى يعني يسمى ويحنى كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. يجي شيخ صالح سليم، وانا يمكن بقول النهارده يعني ربنا يستر، لان الـ 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 الافواه كلها مملوءه بالكذب وبالسخريه وبالاستهزاء وبالغش وبالسب وبكله، الحمد لله الا ما رحم ربنا عز وجل. فمن دأب الصالحين يجيب واحد صالح كده من حملة القران والسنه اللي كنت بشوفهم زمان والله العظيم وجوههم مستنيره في صلاه الفجر وجمال ايه وقرآن وماشي، والله كنت اسمع
طرق النعال قبل صلاة الفجر، وكنت يعني أعلم رجلا يمر على البيت وأنا شاب، وأنا كنت يعني أصر لمراجعة القرآن بالليل، والله الساعة 2:30 الساعة 3 كان يقبل يقرأ القرآن، كنت أعلم بقدوم صلاة الفجر سبحان الله عز وجل بمرار هذا الرجل. ما كانش في بقى التلفزيونات بتقعد للساعة 750 قناة ولا 1000 قناة ولا الدش ولا النت ولا المحمول، شيء حاجة بسيطة جدا. فكنت أعرف الأوقات بالناس اللي ماشية، فلان ده بينادي والله يلا يا فلان عشان الصلاة، أعرف صلاة الفجر بالراجل ده، وكان رحمة الله عليه يسمى بالشيخ إبراهيم رحمة الله عليه يعني، وكنت أحبه حبا جما، كان يقرأ القرآن بصوته العالي، فالناس تعرف أن يعني فضل على الفجر ساعة، كان دايما يقبل يعتكف قبل صلاة الفجر بساعة. الناس راحت فين؟ الناس راحت فين؟ فين الناس دي؟ وفين القرآن اللي كان بيدوي في البيوت واحنا بنمشي في القرى نلقى القرآن شغال، على ما تطلع من بيتك لغاية ما تروح المسجد بتراجع في كل بيت آية. دلوقتي الدش شغال الصبح بسم الله ما شاء الله، على ما تطلع من بيتك تروح تعرف المسلسل والفيلم لغاية ما تروح المسجد. عرفت من أول ما طلعت من بيت قال الممثل لغاية ما انتهت الممثلة قالت إيه في بيت فلان. بجوار المسجد والله العظيم بنصلي وصوت التلفاز عالي بالغنى. بجوار المسجد يا اخواننا المسجد اللي بخطب فيه والله واحد راح عامل قهوة وكركرت الجوزة والشيشة والله العظيم وريحه المعسل جوه في ال، شفت الحلاوه والجمال بتاعنا، حاجه جميله والله، حاجه تبشر فعلا ان احنا امه راقيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك حاجه؟ ازي حالك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ام عبد الرحمن؟ الحمد لله والله. اتفضلي. انا عندي منام كده كنت عايزه اقوله لك. اتفضلي يا ام عبد الرحمن. امبارح شفت في المنام اللهم اجعله خير ان انا ماشيه فده على السكه بتاعتنا دي اللي هي الترعه دي. نعم. ففيه في الارض كده بيت بصب في الارض. نعم. بس انا ماشيه قدام والناس ماشيين ورايا ياما، يعني ايه حريم ياما كده. نعم. فببص كده لقيت الارض ديت، ببص كده وانا ماشيه بقى قدام الناس وهم ماشيين ورايا الحريم يعني، فقمت قايله لعمتي سحر يا سحر الواد عبد الرحمن فين ابني؟ عبد الرحمن وهجر واسماء فين؟ هم عندك؟ قالت لي ايوه هم هنا، هم ما تخافيش عليهم. ببص لقيت هم الصب يعني في الارض بيت بصب، لقيت العيال فوق السطح كده فوق الصبة يعني، بس ما شاء الله الارض يعني ايه خضرة كده يعني فيها زرع وكده. نعم. فبعد كده قمت انا بقى ايه يعني ما اعرفش بقى يعني ايه اللي حصل يعني بعد كده، قمت انا بقى جايه رجعت تاني او مش عارفه ايه اللي حصل. المهم رحت بقى الرابعه اختي ان فيها ادتني بلاستيكيه خضرة كده، فكان في ما عندها موز وحاجات من دي يعني. فالموز كان شكله حلو قوي. نعم. قلت لها هاتي صابع موز لعبد الرحمن. نعم. قامت عطياني، قمت انا واكله صابع كده، بس الموز ده كان جميل قوي. كلت صابع موز بس ابيض واصفر من بره وابيض من جوه. وكان طعمه جميل قوي. نعم. قمت انا واكله، قلت لها انت عارفه الموز ده بتاع ابويا اللي زرعه في المدرسه. دي الموز اللي ابوك بيجيبه من المدرسه. فالمهم قمت انا واخده حته كده في واخده شويه كده في البلاستيكيه، قمت انا شايلها وقمت ماشي. طيب يا ام عبد الرحمن انت مقبله، انت بتبني بيت ولا حاجه قريبا؟ مقبله على بناء بيت قريبا؟ الله اعلم لسه اما نشوف. ان شاء الله. طيب باذن المولى، وبشرك ان شاء المولى انك انت يعني هتثمري في هذا الامر، وان شاء الله هترزق البيت الصالح واولادك هيجتمعوا فيه، لان ربنا بيري العبد الرؤية اللي بيتمناها يا رب، والعمل اللي انت بتتمناه ان شاء الله يكون لك بيت جميل وهيجتمع فيه اولادك. والبيت الاخضر ده لانه بيت صالح، بيت في أرض خضراء دلالة على أنه بيت صالح، وهذا ما يرمز إليه بك أنت، لأن البيت يدل على الزوج أو الزوجة، البيت في أرض خضراء يدل على الزوج أو الزوجة. فكلام ربنا عز وجل واضح، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالسكن الزوج أو الزوجة. فأنت شفت السكن ده الأخضر يدل على الزوج الصالح، وإن شاء الله أنت مقبل على بيت إن شاء الله هتحقق الأمنية بتاعتك وهيجتمع أولادك فيه، وإن شاء المولى هؤلاء الأولاد سيكونوا خير خلف لخير سلف. فأنت امرأة على الفطرة كما رأيت من الرؤية، والموز والثمار الجميلة والخضرة اللي أنت خدتيها هي الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه التعبير، تعبير الخضر في المنام، هتلاقي كده باب تعبير الخضر في المنام من حديث أبي هريرة، عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضرة
على رياض الجنة وفي رواية رياض الإيمان. يبقى دي الإيمان إن شاء المولى عز وجل. أم حور السلام عليكم. أنت بتقولي ماشيين في طريق غابة. يا شيخ. أيوه. متذكر. في رؤية تانية بس لحضرتك كنت شفت إن شفت جد زوجي وجدته هم متوفين. وجده كان متوفس محرم في مكة. فجوه عندنا البيت حضرتك قالوا لي عاوزين جدته قالت عاوز عصير برتقال والجد قال عاوز بقى الحلوات تمر. فدخلت اجيب لهم من الثلاجه كده كنت عاوز اجيب لهم فتحت الثلاجه لقيت فيه عنب كتير وبرتقال وبرتقال يوسفي وحاجات كتير في الثلاجه. فمن كتر الحاجات دي لقيتها وقعت مني. وفي رؤيه ثانيه كان برضو شافتها بنت اخت زوجي لزوجي اني شافته مع رسول الله سلام بيحج معاه وكان بيقول له ان انت ان انت ان شاء الله من الفردوس الاعلى وهتدخل الفردوس الاعلى بغير حساب. فكان الله. هو عاوز يعرف تاويل الموضوع ده. لا هو بالنسبه لرؤيه النبي يقول ذلك فهو حق. طيب دي مش عايزه تاويل دي حقيقه. طيب. لان ما جاء من لسان الحق والنبي حق صلى الله عليه وسلم. الجنه حق والنبي حق والنار حق والقران حق والله حق. امتدان وانتهان. فما يجيء من لسان النبي هو حق. من رآني فقد رآني فقد رأى الحق. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. من رآني فقد رأى الحق ومن رآني فسراني في من رآني في المنام فسراني في اليقظة ليوم القيامة. ومن رآني فقد رآني فإن الشيطان يتمثل به. يبقى هنا اللي قاله النبي هو حقيقة. إن قال في للإنسان أنت في الفردوس الأعلى أسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع النبي المصطفى في الفردوس الأعلى. اما بالنسبه لام حور لرؤيه الجد والجده بيطلبوا برتقان وتمر وانت تروحي تجيبي ما يشتهونه من الثمرات فتجد الكثير الكثير فتلك رمز. هذا رمز على ما هم فيه من النعيم عند الله يوم القيامه. هم في نعيم فعلا كانوا يرمز الى التمر فتلقي تمر كتير او برتقان. اما لو ان هم طلبوا الشده وانت ما لقيتهش فدلاله الفقر الذي هم فيه. فان شاء الله الرجل الذي مات محرما وهذه المراه زوجته اعتبره ان شاء الله من الصالحين. اما بالنسبه لرؤيه انك انت زوجك ماشيين في غابه ما احنا ماشيين في غابه. واحنا يا محور اللي بنتكلم دي ما هي غابه. احنا ماشيين في غابه فعلا. القوي يفتك بالضعيف والغني يدوس على الفقير والدنيا هرج ومرج. فنسال الله ان يعم علينا بالستر والرضا والرحمه يا ام حور. وارى انك انت اجتمعت انت وزوجك في طريق واحد في نهايه الطريق فان شاء الله انتم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وانتم ان شاء الله من النجاة الذين سينجيكم الله عز وجل من هذا الامر. فاصل نستغفر الله ب 50 مره زي ما قلنا ثم نعود انتظركم بعد الفاصل. فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سنعود. لو انت ست بيت وشاطره في الاكلات الشعبيه لو عاوزه كل ست بيت تستفيد من خبرتك اشتركي دلوقتي معانا في اكبر مسابقه طبخ على قناه الصحه والجمال. للاشتراك في مسابقه احلى اكله ابعتي رساله فيها اسمك وتليفونك وعنوانك وكلمه احلى اكله على الرقم 94174.
عدنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا بعد استغفار في زمن قصر فيه الهرج والمرج. معنا أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا أمة الله؟ ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يحفظك ويبارك فيكي. والله أنا النهاردة حلمت حلم إني أنا كده ماشية على في طريق كده وزي ما يكون معايا واحدة زميلتي كده أو صاحبتي المسيحية. وبعد كده أنا ما شفتهاش تاني يعني بقية الحلم، بس أنا زي ما تكون هي واقفة معايا يعني. نعم. وبعد كده عدينا على بيت على الشارع من قرايب جوزي وكده اسمهم بيت عبد الوهاب. وهو بيت قديم المفروض يعني في الحلم ان هو ما فيش حد ساكن فيه وكده. بس انا اتفاجئت ان في حد وفي واحده واقفه فيه، واقفه على زي جير ميه كده او حاجه يعني زي معبيه ميه كتير كده. والميه دي زي كانها بتاكل منها طيور او كده يعني مغطياها وكده. فانا بقول لها طب انتوا ميه بتشربوا منها؟ قالت لي اه دي نظيفه والله اشربي منها وكده. فعبتني منها وشربت. بعد كده انا طلعت لقيت قرايبي ماشيين في عربيه كده زي اللي هي بتبقى زي فيها صندوق من ورا كده مكشوفه يعني. انا جيت اركب، راحت واحده قريبتي قالت لي لا انت ما تركبيش معاك في العربيه دي مش مش هترتاحي فيها، انت تركبي في الميكروباص اللي هي طالع وراها. فقلت لها طب خلاص ماشي. فركبت في الميكروباص، جيت اركب في الميكروباص الثاني فزي ما لقيتش مكان او كده قلت طب ما في ناس راكبه انا هركب ازاي؟ فقالوا لي خلاص اركبي من ورا. فلقيت واحده من ورا اللي هي تبقى بنت عمتي قاعده مش مرتاحه خالص وزي يعني ظهرها كده مقسوم ورقبتها يعني متنيه خالص نازله كده في العربيه من ورا. فقلت لهم طب انا ازاي هركب هقعد جنبها؟ فتقريبا شافوني مكان ثاني من قدام وقعدت. بعد كده زي مشينا بقى ورحت زي عند دكتور او كده يعني انا في الحقيقه يعني منتظر ان هو ممكن يحصل حمل او كده يا شيخ. نعم. فزي رحنا عند دكتور وكده، فالدكتور يعني قبل ما يكشف وكده فيعني لما انا لقيت زي نقطه دم نزلت نقطه واحده بالظبط. فانا قلت طب انا هكشف ليه بقى واكيد ما فيش حمل وكده يعني. نعم. بس وضحيت انا من الحلم على كده يعني. طيب أمة الله انت يعني مقبل على موضوع الحمل يعني قريبا؟ ان شاء الله. طيب بص يا أمة الله، قبل انك انت تعمل اي شيء انا عايزك تعمل رقية شرعية، لان رؤية البئر انما يدل على يعني سبع قرب من ماء من سبع ابيار، وهذا ده ايضا احنا ممكن نعالج به يعني. دايما لما بناخد من سبع ابيار ماء مختلف يعني من سبعة ابيار يستحسن ان يؤخذ من بطن الارض، لان حتى لما سحر النبي سحر رسول الله في اسفل ماء البئر تحت حجر اسفل حجر في طلع ذكر نخل في بئر ذي أروان بين مكة والمدينة. فقضية البئر ده وماء البئر له صفة في التحلل، سواء كان في سحر المسحور ليه حطه تحت في بئر، لأن الماء لما بيتغير أو بيجري أو بيفور في بطن الأرض الإنسان يفور مع السحر ويتغير فكره، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يظن أنه يأتي شيء وكان يأتيه، فسحر النبي كان محطوط في أسفل بئر ذي أروان. فرؤية البئر يدل على الرقية. انت محتاجة رقية شرعية، لان هناك اذى لابد ان يصرف اللي هو نقطة الدم اللي نزلت لابد ان تخرج، واحنا بنقول ان احنا بنخرج في الرقية الشرعية بالوخز بخروج الدم. ياريت تعمل رقية شرعية وتعملي تخريج عن طريق الدم بالحجامة او الوخز، فهو نافع لك يا أمة الله قبل انك انت تعمل اي خطوة من خطوات الانجاب. السلام عليكم. آية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يحفظك ويبارك فيكي. بس في الشيخ انا عندي رؤيتين. الرؤيه الاولانيه حلمت ان زوجي واقف في الشباك وبيشتري لي اثار زرع كتير. نعم. فانا بقول له انت هتزرعها ايه؟ قال لي هزرعها برتقال. قلت له لا طب ما تزرعها زيتون احسن، ده هي شكلها شكل الزيتون. قال لي لا انا عايز ازرعها برتقال، حتى شم ريحتها كده فيها ريحتها برتقال. فقلت له فيها ريحتها برتقال بس كمان ازرعها كمان زيتون. وعمال يجيب لي كتير قوي، عمال اقول له كفايه، يقول لي لا خدي حطي في الاماكن الفاضيه دي. وعمال يجيب لي كتير قوي يا شيخ فضيلة الشيخ. وكتبت من الرؤية الأولانية على كده. طيب بص يا حاجة، أنا أرى أن زوجك إن شاء الله في رزق مبارك في مقبل عليه.
ان شاء الله في رزق في بركه، او ربما يكون ومقبل على تجاره او مشروع او على سفر، فبشريه بقرب الرزق او انفتاح الرزق مع البركه ان شاء المولى عز وجل. ربنا يبشرك يا فضيله الشيخ. اتفضلي. الرؤيه الثانيه فضيله الشيخ، حلمت ان انا زي ما كنت بيت كده قديم مش عارفه فين، كنت انا وزوجي واخته واختي وبنتي، بنتي عندها 17 سنه. نعم. حلمت واحنا قاعدين يا فضيله الشيخ، جه صقر كبير جدا وراح شادت اختي من النص، هي الوحيده اللي شدها. وخدها ورماها في مكان بعيد. فانا خفت عليها، فقلت لها انا هروح اشوف رماها فين. فروحت يا فضيله الشيخ عشان اشوفها، يعني زي ما كنا هو هدف عندنا في بيت اهلي. فروحت لقيت البيت اللي هي قاعده فيه بيت وحش جدا، والبيت دوت عامل زي ما يكون داخل زي، عارفه فضيله الشيخ، زي تربه كده، زي ما يكون البيت مهدود على الطوب الاحمر. فانا دخلت بقول لها انت عامله ايه او عمل فيكي ايه؟ قالت لي ده وجعني قوي، وجعني راسي وظهري ورجلي وبقي. فبقول لها للدرجه دي؟ قالت لي اه. بعد كده لقيتهم قاعدين في اوضه كلهم متجمعين في اوضه، والاوضه شكلها وحش بردك قوي. فانا لقيت مرات اخويا ومكحله حواجبها باللون الازرق، فانا خفت من شكلها، قلت ايه ده يا مال شكلها عامل ليه كده؟ وبعدين بقول لها يا ماما هي رايحه فين؟ قالت لي هي بتشتغل. قلت لها بتشتغل ايه؟ انا اخويا رافض انها تشتغل. قالت لي لا بتشتغل. بس زي ما يكون يعني امي كده شكلها، يعني زي ما يكون خايفه تتكلم لمرات اخويا، زي مرات اخويا مسيطره عليهم في حاجه مش عارفه. نعم. قلقت من شكل الحلم وقمت خايفه من البيت إيه؟ المهجور اللي هم فيه دوت. بعد كده رجعت تاني البيت يا فضيله الشيخ. فبقول له الصقر عمل في اختي كذا كذا، بقول لي زوجي يعني. فقال لي ليه الصقر ما عملناش حاجه؟ ما هو الصقر عايش معانا ما حاولش يأذينا، اشمعنى اذاها هي؟ نعم. فجري على بنتي اللي هي عندها 17 سنه ووقف على ايديها، راحت بنتي قالت لي بص يا ماما اهو ما عملنيش حاجه، انا قرني في ايدي بس ما عملنيش حاجه. وضحكت من النوم على كده. يا اختك عندها كام سنه؟ عندها 41 سنه. متزوجه؟ لا. طيب بص حضرتك، يعني عايشه مع زوجة اخوكي في البيت؟ هي حاليا دلوقتي هي قاعده، يعني قعدت معانا عشان في ظروف عند اخويا، فاخويا قاعد مع والدتي في البيت. ايوه ما انا فاهم. طيب بص انا حضرتك، يعني هناك شيء من الرؤيه تحذيري أو, أو, او 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 ربنا بيدلك على شيء، لابد ان يكون هناك دعوه لزوجة الاخ، فهي يعني صاحبه شخصيه قويه جدا، وربما يكون هي اللي بتسوق اخوك الى بعض الافعال، او هي اللي بتسيطر عليه في بعض القرارات. افعل او لا تفعل. فهنا هو ده الصقر الجامح، ولكن لا يستو الا على اختك، يعني هو ضربها كله جاي على الاخت مش جاي عليكم انتم، انتم بعيدين عن المساله دي تماما. ولكن ضربها كله جاي على الاخت ديت اللي عندها 41 سنه. فانا يا ريت، يعني انا لا اتكلم في موضوع الخوض في هذه المراه او في اعراضها او لكن اقول في دينها، انا بتكلم في دينها، هي احوج ما تكون الى الطاعه والى الدعوه الى الله عز وجل. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، خلاص، وادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. لو قدرت انك انت تاخدي بايديها بالنصح بالراحه، لان هي مش هتستمع للزعاء، هي لو حد زعق ده صوتها بيعلو اكتر فاكتر، بتاخد الناس بالصوت يعني. هي اختي ولا مرات اخويا؟ لا مرات اخوكي. حتى ازرق كمان يا شيخ فضيله الشيخ، حتى ازرق على حواجبها. ما انا بقول لك هي محتاجه دعوه فعلا. محتاجه الدعوه، لان هي جامحه في قراراتها، ليس لا علاقة بقى بالعرض ولا بالشرف ولا بتشتغل ايه ولا لا، هي انسانه بتحتاج الى حد يدل على طريق المستقيم. خلاص؟ ايوه. فهميها تقولي لها طاعه الزوج من طاعه الله. طاعة أم الزوج برضو عشان ربنا يبعت لك كده في كبرك من يتقي الله فيكي. أخت الزوج دي طبعا في مشكلة، إن هي بتمر بحالة نفسية سيئة جدا، خلي بالك، اللي هي أختك بتمر بحالة سيئة جدا، لأن هي بتقول لك وجعني هذا الأمر الذي يحدث من أخت الزوج، من تعصب الزواج، من وقف الحال عندها، بيجمع على البنت في مرحلة معينة نوع من الضيق والاكتئاب والهم والشدة والثقل في الجسد، أيضا محتاجة لحد يرقرق عنها. هي موجودة معاك دلوقتي أختك، يا ريت نطيب قلوب بعض، يا ريت نستمع لبعض، يا ريت يعني ندعي لبعض، يا ريت الكلام اللي أنا بقوله في كل حلقة، محتاجين أمة رقراقة، محتاجين أمة يكون في سماحه في الوجه، ولئن تلقى اخاك بوجه طليق، عايزين الناس اللي بتضحك مش الناس القزيمه،
الناس اللي بتبني مش اللي بتهدم، الناس اللي بتحيي مش بتموت. يا ريت الله يكرمك. فانت ايه محتاجه؟ انك انت تدعو اخ زوجة اخوكي، ومحتاجه انك انت تطبطبي على اختك ان شاء المولى، فده الصقر الجامح ان شاء المولى. السلام عليكم. السلام يا شيخ. الله يكرمك. انا كنت مكلمه حضرتك من شويه صغيره دلوقتي. اتفضلي اتفضلي. بالنسبه للبنت اليتيمه الحلم ده متكرر معاها قوي، الكلاب دي مش تسبح فتاذيها؟ نعم. البنت اليتيمه اللي قلت لك حضرتك بتشوف حلم على طول ان الكلاب عايزه تشدها من الشباك. الكلاب دي مش حاجه وحشه تاذيها؟ لا، هو ان شاء المولى تبارك وتعالى انا بقول لك ان الكلاب هي شياطين الجن. وكون ان هي عايزه ولكن لم تستطع، انا بقول لك ان هذه البنت ستكون حافظه لكتاب الله، وربنا يحفظها بالكتاب والسنه. طيب بالنسبه للحلم الثاني بتاع جدتي اللي قالت لي الترمس هيعيش معاكم سنتين، معناها ايه لحضرتك؟ مش سامع كويس. الترمس قالت لي جدتي في الحلم الثاني قالت لي الترمس هيعيش معاكم سنتين. الترمس هيعيش معاكي سنتين؟ ايوه. طيب يعني ان شاء الله دلاله البركه. اه. لان طبعا انت عارفه ان الرزق لا يحدد بالعمر، ولكن إذا جاء الميت وحدد بالعمر وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ده اليوم الواحد. اه. فبالك بقى بالسنتين، ده دلالة البركة. شكرا. إذا الميت إذا جاء ولفظ بالعمر، العمر عنده السنتين عنده بظهر. اه. لا ينقطع عندنا إحنا هنا، فإن شاء المولى هي البركة واتصال الرزق بعد، وأنتم إن شاء المولى من أهل البركة وأهل الرزق وأهل الإيمان إن شاء المولى. شكرا يا شيخ. الله يحفظك. فاحنا بنقول ان اذا يعني الكلاب اجتمعت على انسان وربنا حفظه، فذاك حافظ لكتاب الله او حافظه لكتاب الله، وربنا ان شاء المولى ستكون لها يعني مكانه عظيمه عند الله يوم القيامه باذن المولى. لسه انا بتكلم في موضوع القيم والمبادئ، وفي كم حلم كده ان شاء الله اتكلم فيه اهوت على الاس ام اس. يا ريت تبعتوا رسائلكم على الاس ام اس، لان الرسائل بتلمس واقع احنا بنحسه. يا ريت. انا منتظر رسائل وهنجاوب عليها في اخر حلقه ان شاء الله. ايمان، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه ايمان؟ الحمد لله. تفضلي. لو سمحت انا عندي كام رؤيه كده بس بترجى حضرتك لو تقولهم لي كلك. تفضلي. اول واحده اختي شافت ان في البيت عندنا في تعبان نايم على الكنبه ومتغطي. نعم. ووشه وش انسان. الوش ده وش عمي. وكل ما حد بيجي يروح عنده عند الكنبه دي بيقرصه من غير ما هو يشوف. نعم. نفس الحلم برضه شافت ان فيه كلب قاعد على السفره على ترابيزه السفره، ولما حد بيروح عنده اختي واحده من اخواتي التانيين رايحه عنده فهبشها كده من ظهرها. ده اول حلم. تاني حلم نفس اختي دي برضه شافت ان فيه زي هي بتفتح باب الشقه كده لقت حربايه داخله البيت. ودخلت الشقه واستخبت، فهي بتنادي على بابا عشان يشوفها ويضربها، فما كانش شايفها، وبعدين شافوها بعدها، فبعد ما ضربها لقاها اتحولت لطفل صغير، الطفل ده اخويا. ثالث حلم كنت انا قلت لحضرتك عليه قبل كده بس ما فسرته ليش، شفت ان كان زي ما يكون في ثعلب صغير او اتنين صغيرين في البيت عندنا وبابا ضربهم، وانا قلت لهم يعني ما كنتش عايزاه يضربه لان هو حيوان صغير ما اذاهمش في حاجه. فبعد ما ضربه وخر دم كده ضربه على دماغه بطوبه كده اتحول لاخويا، بس مش فاكره هو اي اخ فيهم. هم انت مش ملاحظه ان في اتنين تحولوا لاخوك؟ يعني الحربايه والثعلب تحولوا لاخوكي. الحربايه اختي اللي شافته. طيب ما ايمان انتوا دلوقتي في عداء بينكم وبين عمكم؟ في عداء بينك وبين عمكم؟ لا ما فيش عداء، بس يعني لا ما فيش عداء بيننا وبينهم ولا حاجه، بس هم بيحقدوا علينا شويه. ما ده عداء، ما الحقد ده عداء، وفي بعد الحقد يعني سبحان الله عداء. في قطيعه بسبب ميراث، في ميراث متواجد في مزاعر. طيب لا مش مش نزاع صريح كده، يعني زي اي عيله بعد والدهم ما بيموت بيبقى في شويه مشاكل بسيطه وخلاص. طيب بص يا ايمان، رؤية تحمل يعني عداء شديدا، لان الثعبان المتحول في صوره عامل ده عداء موجود، الشيطان بيصور هذا الامر، وده ما دل عليه الكلب اللي قاعد على السفره، ده شيطان الجن كما قال ابن تيميه. الشيطان يجي عند ابوك يقول له اخوك عايز طمعان فيك وعايز مش عارف يعمل فيك ايه وبيقول عليك ايه، ويروح عند عمك يقول له اخوك اللي هو ابوكي بيقول عليك كذا وبيقول عليك كذا. خلي بالك ذاك هو الشيطان كما قال الله عز وجل، يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء. ده فعل الشياطين فعلا سواء كان انس او جن. خلاص
لكن كون انك انت تري الثعبان في صورة في شكل عمك او رأسه في شكل عمك فذاك هو العداء المتواجد، وهو برضه ممكن يكون هو بيشوف والدك في نفس القضية برضه. فاحنا عايزين ننزع الخلاف ده بالحب وبالود، وخيركم من يبدأ بالسلام، خيركم من يبدأ بالسلام، حتى لو كان في صدره الكره والبغض. يعني أصلهم يخطئونني ويخطئونني، وأصلهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنت كذلك فإنما تسففهم المال. كون الحباية بتخش عليكم وتتحول في صورة طفل، أعتقد أن هناك امرأة ملتوية بتحقد عليكم أيضا، وهي قدامكم بتظهر أنها حمل وديع ولكن في قلبها غل، احترسوا منها. أما الثعلب الصغير ده، الثعلب اللي هي الصغار، يعني أنتوا بتنشئوا العداوة من الكبير للأطفال. العداء بينتقل من الأب والجد للأبناء الصغار، ودول ما لهمش ذنب، فياريت ما لا ينعكس العداء على الأطفال الصغيرين. الله يكرمكم، لا ينعكس العداء والبغضاء على الأطفال الصغيرين. كريمة السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج كريمة. يا فندم لو سمحت، أنا عم الشيخ، أنا حلمت إن والدي أصلا متوفي، وجا معاه واحد داخل برضه من البلد عندنا يعني متوفي وكده، فوالدي فبيقول له ما تسلمش عليها، خليها تقابل الناس اللي بره. وبعدين راح والدي بيقول لي ده انت ايه، انت طالق. فلقيت ابن اختي الصغيره فبيعيط، فما شفتهوش، جيتش جنبه. فانا اللي قلقني ان هو حكايه والدي ان هو يعني متوفي، فبيقول لي يعني ايه انت طالق، فدي اللي انا ايه قلقان يعني. انت متجوزه يا حاجه كريمه؟ انت متزوجه؟ اه يا فندم. معاك اولاد؟ اه معايا اولاد يا فندم. طيب الميت اذا طلق الحي فدلاله الفصال، او انت بعيده عنه تماما، لانه الطلاق دلاله الفراق، هو مفارقك فعلا. يعني كلمه انك انت طالق، ان انت في دار الحي انت طالق، تعني التفريق ما بين الحي والميت، تعني التفريق ما بين هو في دار الحق وانت في دار الباطل، وهناك فراق ما بين الاثنين. واما بالنسبه للرؤيه في عمومها فتدل على المصارعه لرضا الزوج، لان رضا الزوج من رضا الله عز وجل، وذاك ما يعلمه الميت بعد وفاته، والمراه تعلم كده بعد وفاتها ان هي تعذب بسبب عدائها لزوجها، ان هي تعذب بسبب عصيانها لزوجها. والنبي يقول اطلعت ليلة أعرج بي إلى السماء إلى النار، فرأيت أكثر أهلها من النساء فإنهن يكفرن. قال الصحابة يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال لا، بل يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، الزوج. فأنت طيع زوجك إن شاء الله تنال رضا الله عز وجل. أم أحمد السلام عليكم. السلام عليكم أم أحمد. السلام ورحمة الله وبركاته. الفضل أم أحمد. الله يسلم حضرتك، ازيك يا شيخ؟ لو سمحت انا عندي يعني رؤيتين ليا ورؤيه لمرات ابني شافتها يعني. تفضلي. انا على طول بشوف رؤيه متكرره معايا، يعني ان انا ليا بيت تاني بس بيجيني مختلف يعني في الشكل. نعم. يعني انا مره شفته ان انا في البيت دوت، والابواب بتاعته كلها من جوه الحيطان اللي هي الحيطان اللي جوه ما بين فقر الاوض كلها ازاز، وانا شايفه من ورا الازاز دوت اللي ورا اللي بعد كده. وفي زوج ليا، بس هو مش زوجي يعني اللي موجود دلوقتي، زوج ليا اسمه حمدي. فانا قلت ايه، الحمد لله انا ربنا عوضني دي. انا شايفاه بقى من ورا الازاز ده، بس انا لا هو كلمني ولا انا كلمته، بس انا هو زوجي في الرؤيه دي، وقلت الحمد لله ربنا عوضني دي. بيجي لي برضه تاني بشوف البيت دوت، ان انا في البيت دوت وبيت كبير وفي سلالم طالعه لفوق زي ما يكون دور تاني. والسلالم ديت احيانا اشوفها ان هي بتطوب اللبن او ملهاش سور، يعني تبقى شكلها غريب شويه. احلى حلم متكرر معايا دايما دايما على طول يعني. في رؤيه تانيه شفتها يا شيخ، ان انا حامل وعماله بتوجع واقول انا هولد انا هولد، وبعدين يعني قرايبي واخواتي ملمون حواليا كده، فزي ما يكون الالم راح شويه بشويه، فقلت ايه ده، هي مش ولاده ولا ايه، هو انا مش هولد، بس بطني كانت كبيره في الحلم ده. الحلم ده برضه شفت البنتي برضه، بس انا شفت بنتي يعني برضه بتتوجع
وانا عايزه اولد انا عايزه اولد، وعماله تصرخ على الاخر وبتقول انا عايزه اولد انا عايزه اولد. نعم. شفت ده الحلم ده لبنتي ويبقى حلم ده ليا انا. نعم. الرؤيه بقى شافتها مرات ابني برضو، وشافتها مرتين. شافت ان احنا بنينا شقه لخليفه الثاني اللي هو ابني الثاني، وبعدين الشقه دي عجبتها قالت ده حلو عند تحتي وبتاع، فانا اقعد فيها يا احمد، يلا نقعد فيها احمد جوزها يعني. فطلعت فوق لقت الشقه جميله قوي احلى من بتاعتها، وانا قاعده فيها وزي ما يكون ليا زوج فيها. بس برضه ما هو الزوج التاني. شافتها مرتين، وبنت اخويا شافت الرؤيه برضه، شافت الحلم ده برضه، بس هي مختلف في حاجات يعني ما شافتش ان انا يعني شافت الحلم برضه ان انا ان هو ليه شقته معموله حلوه، بس ايه اللي اختلف بقى ان هي ما شافتنيش انا في ده. نعم. وشافت ان مرات احمد عايزه برضه تقعد تقول لاحمد الشقه دي عجباني انا عايزه اقعد فيها انا. نعم. وانا عايزه اقول نصيحه يا شيخ. اتفضل يا ام. على الهوا. اتفضل. نصيحه لكل الرجال اللي هم ما بيتقوش الله في حريمهم، بقول لهم اتقوا الله في حريمكم. انا حسيت من الرؤيه حرام للناس، الراجل لازم يخلي باله من مراته. نعم. ارجوك يا شيخ خلي الناس كلها تسمع. ربنا يصلح حالك يا ام احمد ويطيب صدرك. ارجوك وخلي بالكم من حريمكم، اتقوا الله فيهم. الراجل الدايوس ما يخلوش يبقى دايوس الله اكبر ويهمل فيها عشان خاطر ربنا. كل واحد يخلي بيته من بيته ومن مراته. لازم يخلي بيته من مخلي باله من مراته قوي قوي، بيحاسبها. نعم. كتير عليها. الله يبارك فيكي، يعني انت ذكرت الراجل الدايوس. اللي بتسمعني الرجال. الله اكبر. الله اكبر. هو ده الكلام اللي احنا عايزين نتكلم يا ام احمد. الرؤية تشدنا للكلام ده، الراجل الدايوس اللي ما بيغيرش على مراته. من واحدة مجروحة ممهولة طول العمر. نعم. أرجوك في كل راجل يخلي باله من مراته. نعم. ويستفيد فيها. نعم. نعم. السلام عليكم. الله يكرمك يا ام احمد، عليكم السلام وبركاته. والله يا ام احمد انت رسالتك وصلت بالدموع وبالعواطف وبالقلب لكل واحد قاعد ديوس ما بيخافش على عرضه، لكل واحد قاعد متجرئ عامل راجل على مراته بيضربها ويطردها بساعات بالليل. يعني انا رايت رجل يعني الرجوله المستفحله بتاعته ما طلعتش الا انه يطلع مراته بقميص النوم ويزقها قدام الناس الجيران وهم اللي يجيبوا سبحان الله البشكير ويغطوه بيها. هي دي الرجوله. ما انا لسه بقول يا ام احمد دلوقتي بسم الله ما شاء الله علينا، الرجوله والايمان والمبادئ بتاعتنا بقت حاجه جميله جدا. ان الراجل دجع بنته، وان الاخ دجع اخته، وان السلف اتحرج بمرات عمه او زوجة اخوه، او ابن السلف اتحرج بمرات عمه. القضيه بقت جميله، حاجه تفرح، حاجه تفرح. هي دي الامه. ونقول الوباء نزل علينا والغلاء والامراض والفتن والقتل، ما من اعمالنا، ما هو دي الخيبه اللي احنا فيها. فدعوه لكل راجل ديوس، اتقي الله، اتقي الله، لا يدخل الجنه ديوس كتب على باب الجنه. ما جيت صاحبك وتقول له زي اخويا بالظبط، والله ما انت، والله ورب الكعبه، ورب الكعبه، امراه جاءتني مكتبي وقالت لي بنفس النص ان زوجي بيصحيني بقميص النوم، يقول له والله ما انت قاعد مع اصدقائي اللي بقميص النوم. تصوروا الاخوه حينما تقتل، يقول لها ده اخواتي. ثم قالت فاذا بالامر يتطرق ان احدهم زنى بي. سبحان الله، مفيش نخوه، مفيش عزه، مفيش غيره على حرمات المسلمين. فام احمد بتبعت له كرساله، ايها الرجال، يا معشر الرجال اتقوا الله ربكم، لما يجي يطلق يدوس برجله وبيطلق. طب يا اخي فارقها بمعروف، بكلمه حلوه، وفق رجعه. لما يجي يعاتب يعاتب بجرأه ويضرب ويخبط ويكسر. يا اخي اتقي الله، فانها ضعيفه، ابنه ضعيفه. واوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمراه والطفل. ليه؟ فلما يوصل لهذه الامور من البذاءه والحقاره والفحش والدناءه والدياسه، يبقى فين الرجوله؟ فين الرجوله؟ اذا كانت المعاكسات في الطريق للنساء، والله العظيم ومش بالي، وتيجي تذاكر يقول يا اخي اعتبرها اختك، يقول لك والله لو اختي قدرت تتعاكس ما تتعاكس. وايضا
شاب صالح يقول لي تعرضت لمسألة ما لشاب زاني، فبقول له اتق الله أترضاه لأمك؟ قال والله لو أمي رضت يزنى فيها ما تزني وأنا أدور عليها. انظروا إلى النخوة، ما عندوش حرارة الغير على أمه. اللي النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الشاب وقال بس هو حر حل لي الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ قال لا. طب إنه عايز يزني، أترضاه لأختك؟ قال لا. قال أترضاه لابنتك؟ قال لا. أترضاه لزوجتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه قال لا. قال فادعوا الله لي يا رسول الله أن يهدي علي شهوتي. سبحان الله، فمسح النبي على صدر الشاب فهدأ. هو ده رغم ان في خلل في جزء معين عايز يزني، الا انه رايح للنبي يقول له حل لي مش قادر يا رسول الله، قال له لا هترضاه. تحركت الغيرة فبطلت الشهوة. احنا ما عندناش غيرة، لا غيرة على انفسنا ولا غيرة على ديننا ولا غيرة على مبادئنا ولا غيرة على نسائنا ولا غيرة على بنت الجيران ولا زوجة الجيران ولا اللي ساكنة في الشارع ولاد الجيران ولا اللي بتعدي قدام الجيران. ما عندناش غيرة تماما. فايه اللي خلق من الغيرة؟ من منا لا يغار؟ النبي يقول كده، اتعجبون من غيرة سعد؟ فالله اغير مني ومن سعد، وانا اغير من سعد. النبي كان غيور وربنا غيور. يا ريت نعود لله عز وجل، يا ريت نجدد ايماننا، يا ريت نستقيم مع ربنا، يا ريت نستغفر الله عز وجل. فاصل ثم نعود. استغفر الله العظيم 50 مرة ثم نعود. فقلت استغفر ربكم انه كان غفار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو انت ست بيت وشاطرة في الأكلات الشعبية، لو عاوزة كل ست بيت تستفيد من خبرتك، اشتركي دلوقتي معانا في أكبر مسابقة طبخ على قناة الصحة والجمال. للاشتراك في مسابقة أحلى أكلة، ابعتي رسالة فيها اسمك وتليفونك وعنوانك وكلمة أحلى أكلة على الرقم 94174. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل مع ام احمد. طيب امه الله وسلمنا ام احمد عشان عايز ارد على الرسائل بتاعتك الجميله اللي فيها دعوه للامه كلها وكل الرجاله اللي ما يعرفوش ربنا في نسائهم. السلام عليكم امه الله. وعليكم السلام. ازيك يا امه الله؟ ازيك يا شيخ سيد؟ الله يحفظك ويبارك فيك ويحفظك من كل سوء. لو سمحت يا شيخ سيد، انا شفت رؤيه، عندي ثلاث رؤى معلش لو سمحت. أيوة. شفت الرؤيه الاولى ان كانه في بيت اهلي، فيها اللي هو الرجل الحاوي بتاع التعدين ده، كانه في بيت اهلي وقاعد يعني بيهمهم بكلام كده عشان لو في تعدين تطلع يعني من البيت وكده. فحضرتك قاعد بيهمهم بكلام كده في ناحيه المطبخ، بنبص كده طالع تعبان من ناحيه المطبخ،
طوله حوالي مترين او متر ونص ولونه رمادي. فحضرتك بنت عمي اسمها سلوى جت مسكت وكده، فانا بقول لها لا امسكيه من راسه عشان خاطر ما ياذيكيش يعني ما يعضكيش. راحت هي ومسكاه بايدها كده، راح دخ من بقه كده زي دخ سن يعني او حاجه كده، بس بعيد مننا يعني ما جاش على حد. وبعد كده فتح بقه كده بانت السنان بتاعه تعبان وكانها زي سنان البني ادمين. الرؤيه الثانيه معلش حضرتك اني شفت اني كاني قاعده في الحمام يعني، فحضرتك عمي عايز يدخل الحمام فراح دخل الحمام وانا في الحمام، فرحت شفت على جنب كده عشان خاطر حضرتك معلش عايزك الله يتدول يعني. فحضرتك راح يتدول البول بتاعه طرطش عليا يعني لحجمي، وانا كنت لسه يعني مغيره هدومي وكنت لابسه جلابيه لطيفه كحلي، فانا قلت يعني دعكتني يعني كده من البول وانا لسه مغيره هدومي نظيفه وكده. فبعد كده طلعت على اساس ان حوض الحمام متكسر وكده، طلعت عشان ادور على حوض يعني كويس وكده، طلعت عشان ادور في الخيمه بتاعت المناسبات دي وكده. بس حضرتك مش فاكره انت متزوجه يا امه الله؟ اه الحمد لله. معاكي اولاد؟ اه. انت متزوجه حد من قرايبك ولا غريب عنك؟ لا لا غريب. غريب عنك. اه. طيب بص يا امه الله يعني الرؤيه الاولى يعني اعتقد معلش حضرتك معلش الرؤيه الثالثه معلش. طيب ماشي يا امه الله اتفضل. الرؤيه الثالثه شفت اني كاني انا وزلفتي مرات اخو جوزي في مكان كده، واختي جوزي كان معاها طفل صغير، الطفل بتاعها ده عامل على نفسه براز، فراحت ادتنا قلعت البنطلون بتاعه اللي اتبرز عليه واديتهولي قالت لي خدي وديهولي البيت. فانا رحت مسكته منها وحطيته في كيس، بس البراز بتاع الطفل دعكني في ايدي، فانا رحت في مكان كده قدام ريح في حنفيه قدام جامع الحوض بتاعها اسمنت، ففتحتها عشان خاطر اغسل ايدي. في جوه الجامع كان فيه ناس في مجموعه من الناس بيكتبوا كتاب سيلفي، سيلفي ده متجوز في الحقيقه يعني، وفي الحلم احنا عارفينه برضه متجوز يعني بس بيكتب كتابه تاني. فحضرتك مجموعه من الناس حماتي كانت مع الناس دي اللي جوه الجامع، فبتبص علينا وبتكلمنا، فقلنا نقفل الحنفيه ونمشي بسرعه عشان خاطر الاحسن تطلع تزعج لنا انا وسيلفي دي. فحضرتك احنا وماشيين كده في الطريق لقينا مجموعه النساء اللي هم تبع كتب الكتاب، بس النساء بره الجامع ومعاهم العروسه. العروسه دي اللي هي مرات سيلفي يعني، وفي الحقيقه عارفين ان وفي الحلم عارفين انهم متجوزين يعني، بس بيكتبوا كلام تاني. وهي حضرتك في الحقيقه معلش انها يعني كان يعني مشكين انها مسحوره يعني، بتسرع وبيغمى عليها وبيقرا عليها قران، بتقعد تصرخ وكده. دي في الحقيقه حضرتك في الحلم المأذون جاي عشان يخليها تمضي على كتب الكتاب، تمضي على عقد الجواز. اول ما جه المأذون يمسكها القلم عشان تمضي، فراح اغمى عليها زي في الحقيقه يعني وكده. فحضرتك مسكتها وفضلت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكده، وكاني كنت اقرا عليها. فبعد كده ما فرجتش، بعد كده جابوا مجموعه من الناس اللي قاعدين دي ستات يعني، جابوا تليفون وحطوا لها السماعات في ودنها عشان خاطر تفوق بالاذان يعني، حطوا لها الاذان في ودنها. طيب يا عمة الله بالنسبه للرؤيه الاخيره الاخت دي شافت الاذان في الاذن تحتاج الى رقيه شرعيه، وايضا بالنسبه لرؤيه الطفل اللي فيه البراز فطره سليمه لوثت تحتاج الى مراجعه بفضل الله، وتحتاج الى دعوه والى هدايه والى يقين والى اتباع الصراط المستقيم. رؤيتك في الحمام وعمك بيقول وطرطش عليكي، انا زي ما قلت لك في نواقض عندك في الدين بتاعتك تحتاج الى التغيير، لانك انت طلعت غيرت هدومك والهدوم دين، في نواقض للاعمال الصالحه دخلت، ربما غيبة، ربما نميمة، ربما استخرية، ربما استهزاء، خد في الأعراض، عايزك تتوب إلى الله يا أمة الله، لأنك أنت على الفطرة السليمة والفطرة دونيسة ببعض الأعمال اللي بتنقص من الدين، يا ريت تتخلصي منها. أما بالنسبة لرؤية الثعبان، وأنا قلت لك إن الثعبان ده سحر، فأنا عايزك تعمل رقية شرعية، لأن ربما يكون في سحر يعني أنت هتتأذي من سمه، فيا ريت رقية شرعية إن شاء الله. أم أحمد، رأيت إن أنا في بيت تاني والحيطان كلها زجاج، الزجاج هو القلب، وانت قلبك شافي صفاف صافي يعني يتحول من 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 الباطل الى الحق، ومن الكره الى الصفح، ومن الحزن الى الفرح ان شاء المولى عز وجل. واعتقد ان هذا بيتك في الجنه، والحمد ابن لعبدي بيتا في الجنه سموه بيت الحمد. انت شفت واحد اسمه حمدي، بيت الحمد، وقلت الحمد لله ربنا عوضنا، ربنا يعوضك. والحمل اللي انت حاسه انك انت حامل وتالدي، ان شاء الله الهم اللي عندك ان شاء الله ابشركي بأن هذا الهم سيرفع قريبا، ولكن أمسكي على دينك واثبتي على كتاب ربك واثبتي على الحق، فأنت على الحق وربنا بيذكرك والله في الملأ الأعلى. انظروا أمتي ابتليتها في زوجها فصبرت،
أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لها وأعددت لها في جنتي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربما تتجوز النبي محمد في الجنة إن شاء الله عز وجل، يا رب اجمعنا بيه يا رب في الجنة. وبنتك أيضا بيعود عليها الهم والحزن من الأب زي ما عايد عليك أنت أيضا من زوجك يعني. فأنا عايزك تصبر وتحتسبي وإن شاء الله ربنا يفرج همك يا أم أحمد بإذن الله تعالى. في عجالة كده عشان الناس اللي بعتوا رسائل، ماما حلمت إن جاي لي عريسين، أول واحد ما رضيناش عليه والتاني كان بلحية صغيرة يدوب بينه وكان مع ناس كتير وكان معه وعمته، ودخل بابا قال إن العربية بتاعتنا سرقت. يعني بفضل الله عز وجل في زواج مقبل بإذن مولى اثنين ستخير بين أحدهما فرضي بذي الدين، لأن إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وده الفساد بالسر أنشاء المولى. صلي صلاة الصغار العريس، أنا ماشي في طريق بشتري حصيرة وحصيرة وقف أو لو وقفت، لكن الشراء يعني تزوج، يعني العريس تزوج إن شاء الله، شراء الحصيرة تزوج إن شاء الله، ويبقى ساتر وغطي إن شاء المولى ليكي بإذن المولى، لكن لو بتبيعي ما تاخدهش. أنا حلمت إن زوجي طلقني وتزوجت شخص كان متقدم لي قبل الزواج وغيرت عفش شقتي، دي حديث نفسي إن شاء المولى. فإن شاء المولى اتقي الله في زوجك وما تفكريش في غيره. استخارة على حمل، رأيت بنتي نايمة على السرير زي ما تكون بنتي وأنا ناسية، إن شاء المولى هذه بشارة بقرب حمل بإذن الله تعالى. حلمت بابا قال لأخويا يوصلني الجامعة، فركبنا العربية وجه واحد زميلي ركب معانا فجأة، بس أنا ماليش كلام معه في الحقيقة. على فكرة ركوب السيارة دنيا مقبلة، وده إن شاء المولى قرب نكاح، أنا أبشرك بقرب نكاح بإذن المولى عز وجل. أنا حامل وحلمت إن زوجي جامعني وبعدها لقيته واحد تاني وكان بيضحك، وبعدها شهدت نقاط دم وذهبت لدورة المياه شهدت الجنين ينزل، أنا خايفة جدا. هذا دخل من الشيطان يريد أن يصور عليك الأمور، إن شاء المولى الموضوع هيتم، ولكن بعد الرؤية دي استرقي نفسك بالقرآن والسنة ثلاثة أيام. الحلم الأول أنا واحدة بتبيع رز وهي ميتة، وأنا ذهبت أبيع ليها رز 5 كيلو، لا ده عايزة صدقة جارية وعايزة دعاء، واسألي من أهلها وأولادها أن يدعوا لها، لأن هي كانت مقصرة في الصلوات الخمس وعايزة حد يدعي لها، لأن بيبيع لها مش بنشتري منها، لو بشتري منها يبقى هي كانت مصلية، ببيع لها يبقى هي محتاجة للدعاء والصدقة الجارية. الدعاء 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 لكل من قرب وكل من أصابه الهم، نقول يا رب، نقول معا: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على أننا لا نعود إلى ذنب أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا يا ربنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك يا ربنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل وفعل يقربنا إلى النار. يا عزيز يا غفار، اغفر لنا الذنوب والآثام، ولا تؤاخذنا بما فعل اللئام، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يا واحد يا الله، يا ماجد يا الله، يا قوي يا الله، يا مقتدر يا الله، يا رقيب يا الله، يا حسيب يا الله، يا قاضي الحاجات، ويا سميع الدعوات، ويا غافر الذلات، ويا مقيل العثرات، ويا كاشف البليات، ويا مفرج الكربات، دعوناك كما أمرتنا فاستجب دعاءنا، ليس لنا ربا سواك ندعوه ونرجوه. يا سامع الصوت، ويا قابل الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، هذا الدعاء ومنك الإجابة.
وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى نلقاكم في لقاء آخر. أترككم في رعاية الله ومنه وكرمه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.